اهلا بكم وحلقة جديدة من الناس الحلوة. الحقيقة انا برضو في سلسلة طويلة هنتكلم على المخدرات. المخدرات يا جماعة انواع كتيرة جدا. انا هبدأ باسلوب اكاديمي افهمكم بس باختصار شديد جدا اشهر انواع المخدرات، وهروح بسرعة للنقطة اللي انا عايز اتكلم عنها. المخدرات، اول نوع من المخدرات مشهور جدا هو طبعا زهرة الخشخاش، وديت طلع منها المخدر الافيون، وايضا الحشيش او القنب والماريجوانا، دي حاجات مشهورة جدا. وطبعا الحشيش من اكثر المخدرات انتشارا في العالم. طبعا مشهور البانجو او الماريجوانا كانواع يعني من الحشيش غير كاملة التكوين او معالجة بشكل او باخر. القنب طبعا برضو من احد الشجرات او من اشهر المخدرات الموجوده في العالم، مشهور بشكله المروحي المعروف. الكوكا دي شجره ليها اوراق حمراء مميزه جدا، والكوكا هي موجوده في بوليفيا وكولومبيا وموجوده في بيرو، والشجره ديت ليها ظروف مناخيه مناسبه، ليها طبعا يعني نقدر نقول يعني امبراطوريات كبيره جدا بمليارات الدولارات بتتحكم في تجاره الكوكا اللي بيطلع منها الكوكايين والكراك. الكراك ده عبارة عن كوكايين، بس كوكايين مقطر بالتكسير. ده حالة معالجة معينة للكوكايين بتطلع كراك. كراك خطير جدا. القات مشهور جدا في اليمن، شجرة صغيرة معمرة بتظل سنوات طويلة، لها أوراق خضرة زي ما انتم شايفين، ارتفاعها بيصل إلى مترين تقريبا في الطول. وكمان شجرة القات موجودة في الأماكن الجبلية، موجودة في الأماكن الرطبة، موجودة في جنوب أفريقيا، موجودة في شرق أفريقيا، موجود فيها في جنوب الجزيرة العربية. مشهورة إنها بتعمل نوع من التخدير يشبه الحاجات الكيميائية أو المواد الكيميائية المهدئة. في مادة أو زهور اسمها اللوتس الأزرق، دي نوع من المخدرات، دي كانت يعني تأثيرها يعني إلى حد ما يشبه الهيروين، تدي نشاط، تدي زيادة في ضربات القلب، انتشاء، حالة من الفرحة، من السعادة الكاذبة. أفيون المفاجأة إنه أفغانستان أكبر مصدر ومنتج للأفيون في العالم، وفي أدوية في يعني أجهزة مخابرات مهمة جدا وراء انتشار الأفيون في أفغانستان. متعاطي الأفيون بيميلوا أكتر أنهم يذهبوا إلى الاسترخاء، وكان مشهور جدا الأفيون في الصين، وما زال يعني الصينيين لهم شهرة في التعامل معاه، وفي أماكن استشفاء بيسموها أماكن الاستشفاء والاسترخاء باستخدام الأفيون. كان الكلام ده في الأربعينات والخمسينات موجود، وقبل كده في القرن الماضي. أيضا الترمادول قصة كبيرة جدا هي، وهو أساسا عقار تواجد للتعامل مع الألم. الناس اللي عندها مشاكل في الأعصاب، مشاكل في العمود الفقري عنيفة جدا في حالات الأخيرة من الكانسر، كانوا بيلجأوا إلى الترامادول. الترامادول بدأ ينتشر في مصر بين الطبقات، بدايته بين الطبقات اللي بتحتاج إلى جهد كبير. واحد عايز يشتغل ساعات طويلة، سواقين نقل تقيل، الناس بتشتغل في أعمال جسمانية، عايزين ياخدوا ترامادول. الترامادول هو هيروين معالج، يعني هو نوع من انواع الهيروين اللي بيتعامل مع هرمون في الجسم اسمه السيروتونين. السيروتونين لما بياخد الانسان الترامادول بيحس في المرحله الاولى بالانتعاش، بزوال الاحساس بالتعب، بيحس بالراحه، نشوه، ممكن جدا يحس انه محتاج كل شويه، واحساس بالجهد. في لعيبه كوره على فكره بياخدوا ترامادول في العالم كله، يعني الترامادول مشكلته كمان وصلت للرياضيين مش بس لعيبه كوره، بعض الرياضيين. الخطوره ان الترامادول بيؤدي الى الادمان، الناس اللي بتعيش هذا الاحساس بترجع مره اخرى لاحتياج السيروتونين، تحس بانها عايزه ترجع لهذا الممتع السيروتونين اللي بيطلع نتيجه اخذ الترامادول، فبيرجع يحس تاني انه محتاجه. برضو في حاجات مش مشهورة زي مثلا عقار الصراصير اللي هو يعني حاجات الانتي ابليبتيك او مضادات الصرع، برضو ديت الحاجات زي الدباكين ومشتقاته، دي ادوية بتؤدي الى حاجة اسمها فيجوال هالوسينيشن او هلاوس بصرية،
ودي بتشتغل على منطقة في المخ اسمها الاريا 17، دي موجودة في الفص الخلفي من المخ الاوكسيبيتال لوب، وبتعمل في استثارة بتخلي الراجل او الست اللي بياخد الدباكين او ابو صليبة او عقار الصراصير والتسميات بتاعته كتيرة هنا في مصر يشوف حاجات مش موجودة. صحيح انه كتير منهم بيشوف حشرات، صراصير، تعبين، حاجات بتتحرك، لكن ممكن تصل الى استثارة العصب البصري او استثارة الاوكسيبيتال لوب لدرجة انه يشوف خالات اكبر من كده، يشوف بقى كائنات اكبر، يشوف ممكن حد بيهاجمه، ممكن يقتل لانه اعتقاده انه زميله اللي بيضرب تحول الى صرصار كبير فبيهاجمه، فيروح طبعا مطلع المطوى وقاتل الصرصار وتنتهي حياة احدهما او كلاهما. القصة انه العقاقير دي في منتهى الخطورة وايضا منتشرة. الكلة من مادة من أشهر المواد اللاصقة، مستخدمة في مصر من وقت طويل جدا. أطفال الشوارع هم اللي نشروا الكلة في مصر. رخيصة، بتؤدي إلى دوخة، هذيان، تؤدي إلى شعور بالهلوسة، اضطرابات في الوعي، ممكن كمان حركة العضلات ممكن تؤدي تعمل نوع من الريفليكشن الرهيب، الرعشة والحركة الغريبة، ممكن تؤدي إلى غيبوبة، صعوبة في التنفس، ممكن قوي الكلة تسبب أنه العيان يحس بأنه قرب الموت أو يموت فعلا. يعني في ناس كتيرة منهم يعني بيموتوا بطريقة غريبة جدا، انه يحس انه خلاص بقى خفيف ولازم يمشي يعدي الطريق طيران، فيعدي الطريق سريع يتخبط بعربية يموت، او ينط هو مثلا لو كان قاعد فوق سطح ولا حاجة، يحس انه هو لازم بقى ينزل، خلاص هو خلص مهمته في شم الكلة وهو طائر يقدر يعيش ويطير وبتاع، يروح طاير من فوق السطح معتقد انه سوبرمان وينزل جثة هامدة كتير، وطبعا تفسر بانه انتحار، تفسر بانه حد زقه، لكن هي في النهايه الكل هي السبب. لكن في مخدرات ظهرت الان، واضح انه صناع المخدرات زي ما بيقولوا بيسيروا في اتجاه التدمير الكامل، مش عاجبهم كل ده، فبداوا يعملوا انواع جديده زي الفلاكا. مخدر الفلاكا دوت مخدر بيحول الانسان الى وحش، بيحوله الى اكل، كانه بالظبط اكل لحوم البشر زي الزومبي. هنشوف دلوقتي تصرفات او يعني تحرك دي واحده تحت تاثير مخدرات مخلقه زي الفلاكا. طبعا انا ما اقدرش اجزم هي تحت تاثير ايه. اي حد هيشوف الفيديو ده يتهيأ له الوهله الاولى انه البنت دي عندها مس شيطاني او مس الجن. طبعا ده كلام ملوش علاقه بالحقيقه على الاطلاق، الجن ما يقدرش يدخل الانسان. ده بحوار او بكلام طبعا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قال كده نصا، ارجعوا له الفيديو بتاعه في هذا المجال، هو طبعا افضل من يشرح هذا الامر في العالم، لكن الله يرحمه ويحسن اليه. لكن اللي احنا شايفينه ده، دي تأثير مخدرات بتأثر على الجهاز العصبي المركزي زي الفلاكة. هي البنت دي هل واخدة الجرعة اللي تخليها تعمل كده؟ ممكن جدا تكون دو اوفر دوز، لكن هذه الفلاكة دي خطيرة للغاية، دي ممكن تؤدي الى استثارة عنيفة في الجهاز العصبي. طبعا في تقرير في ولاية فلوريدا قالوا ان ده مخدر يؤدي للعنف، وفي حوادث كتيرة جدا لقوا انه مهاجمة المرة في الشوارع من متعاطي الفلاكة ومن متعاطي المخدرات اللي شبههم، زي ما احنا شايفين الاخوة دول واخدين مخدرات بيهاجموا الناس في الشارع، دي واخدة مخدر خلاص، ده برضو نفس القصة، ده تقريبا ده مات خلاص، يعني ده يعني هيموت او ده يدخل في اي حاجة، هيجري بمنتهى العنف ويدخل في حيط ده هو شايف نفسه اقوى من الحاجة اللي هو دخل فيها دي. يعني طبعا ده غالبا حياتهم بتنتهي سريعا جدا جدا. طبعا كاميرات التصوير الليلي وكاميرات المراقبة هي السبب في انها اظهرت لنا ردود الفعل العنيفة جدا. شوف ده يعني ده دول يعني ده واحد دخل بنفسه في السيارة، طبعا ده ما بيحاولش الانتحار، ده بيحاول ده مش ده غايب عن الوعي تماما، وده بيتحول الى وحش، شبه وحش. طبعا المادة دي بتقول الـ يعني نفس الناس اللي مروا بتجربة الفلاكة قالوا انه تجربة
أخذ هذه النوعية من المخدرات ليس مزحة على الإطلاق، ده أمر قد يكون في نهاية حياتك. المخدرات دي موجودة بكثرة في المجتمع الأسود في أمريكا، في مجتمع الزنوج في أمريكا، وأيضا في بعض الولايات الأمريكية. كمان في الجوكر المخدر، ده جوكر ده بقى ده أنواع مع بعضها، أكتر من نوع، نخلط أنواع مع بعضها، نحط الحشيش مع الماريجوانا مع بعض المركبات الكيميائية، كل ده مع بعضه يتحط، أعشاب طبيعية تتحط مع بعضها عشان تدي أعراض أو أشكال مختلفة من الردود الجسمانية. تلاقي بقى هلاوس مع أجيتيشن مع عنف مع نوع من النشاط الذهني العنيف، ممكن بعد كده تبص تلاقي نفسك دخلت في مرحلة هدوء، بيسموها المراحل. وبعض الناس للأسف بتسميها تجربة، وأنا أعتقد أنه غير مناسب على الإطلاق، على الإطلاق أن يصدر الإعلام فكرة أن المخدرات تجربة، حتى لو على لسان أحد المشاهير. يعني لو خرج، أنا كإعلام وصفتي المشهور يقول ماذا ما يريد، أي حد عايز يقول أي حاجة يقول هو، بس الإعلام وظيفته أنه يقرر إيه المفروض يطلع على الشاشة وإيه المفروض ما يطلعش. فلما مشهور قد يعني يحبه الكثيرين، ممثل قد يكون مغني عشان ما حدش يفهم ان كلامه موجه لحد معين، مغني قد يكون، مطرب قد يكون، لاعب كرة قد يكون، اعلامي، اي مشهور عندما يتحدث عن تجربته الشخصية ويربط هذه التجربة الشخصية بانها حرية شخصية، انت حر انك تقول ما تريد. لكن الاعلام انت تتحدث الى شباب مراهق ربما يقلدك، وربما يرى انك انت قدوة، وهو يحبك، لانه الحب هي المخدرات الباب الاول ليها، والحب صديقك اللي انت بتحبه بيجرب مخدرات، فانت عشان بتحبه انت عايز تعيش نفس المود اللي هو بيعيشه، فبتجرب اللي هو بيعمله. فلو ده كان نجم قد يجرك الى ما يسمى بهلاكك. وللأسف أنا زي ما قلت لكم، أنا يسؤني جدا أن تسمى المخدرات هذه الكارثة بأنها رحلة أو تجربة. رحلة إلى ماذا؟ رحلة إلى الهلاك. هذه الرحلة نهايتها حاجة من اثنين، لإما السجن، لإما الموت، لإما القتل، والثلاثة يعني أعتقد أنهم موت، منهم واحدة موت فعلا، والتانية أنت موتت حد تاني، والأولى السجن، أنت عايش بس ميت، لأنك أنت نهيت حياتك ممكن في فترة زمنية أنت محتاج تعيش فيها جدا، زي فترة الشباب. أرجوكم انتبهوا، المخدرات صناعها أذكياء جدا، وأيضا أعتقد أنهم يمتلكون فهم كامل للتطوير اللازم للمادة الكيميائية حتى يصبح المدمن أسير لهذه المادة الكيميائية ويطلبها باستمرار ولا يتوقف أبدا عنها. هناك أنواع من المخدرات قد تكون أخطر من السم، لكن تبقى التوعية والفهم وعدم الإنكار، لأنه ليست المخدرات بعيدة عن عتبة بيتك على الإطلاق، وليست بعيدة عن أولادك. الذي يبعدها عن أولادك هي فهمك الدقيق لكيفية التعامل مع هذه المخدرات، وهذا ما سنتحدث عنه في حلقات كثيرة قادمة. ولكن ابقوا دائما مع الناس الحلوة. في ناس هتقول لك انت عامل حاجه في سنانك عشان شاف الوحش، ما شاف الوحش وصاحبه بقى، لكن لو اول مره زي. لو اول مره مش هيعرف ان هو عامل حاجه في سنانك. دائما الاصلاح صعب، الاجاده من الاول هي اللي سهله، هتريحنا كتير. دراسة السنان ورسمة الأسنان دي بتنم عن سلوكيات البني آدم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، ما في حد بيبقى أنيق وأسنانه بايظة. أنا
هو مش شكل بس، انا عايز شكله وفانكشن وكل حاجه. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحه. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. الحقيقة دايما شيء يعني يزعلني جدا لما ألاقي حد راح يعمل عملية تجميل في أسنانه وطلعت هو يظن انها كويسه، لكن كل اللي حواليه شايفين انها مش كويسه. والحقيقه ده شيء محرج جدا. نقول له ولا ما نقولوش؟ نقول له انت سنانك غريبه يا عم مش لايق عليك خالص، او سنانك غريبه يا استاذه مش لايق عليك خالص، ولا نسكت؟ ما هو الراجل ضيع وقت ودفع فلوس وتعب وراح لدكتور السنان بعد ما اقنعناه، او هو لوحده يعني راح كنا نفسنا نقنعه، وبعدين حطيت له او حطوا له سنان ملهاش علاقه بالتجميل خالص. قوالب بيضة، قوالب بيضة مع رصوص جنب بعضها، قوالب صغيره بيضة زي تشيك ليست كده. الله، طب ساعتها ايه اللي يحصل؟ خصوصا بقى انه في ناس تقول لك لا يا عم انا مش هعمل حاجه بقى خلاص، انا ده كده انا اخر فلوس معايا عملتها واخر وقت عندي ضيعته ومش رايح تاني، انا اتبهدلت خليه زي ما انا بقى وخلاص. طبعا الوضع بيبقى صعب جدا. علم تجميل الاسنان مش علم سهل يا جماعه، مش علم بسيط، مش علم برضو يتهور فيه. يعني ناس لسه ما عندهاش الخبره قالت لك اه انا عندي مركز تجميل اسنان، او عندي جزء بتاع تجميل اسنان، او حد مش دكتور اسنان خالص، وده كتير دلوقتي ملوش علاقه بالطب خالص، قال شويه فلوس اجر شقه وخد جهازين بالقسط صينيين وراح متصل شاف لسه حد مبتدئ خالص لسه متعلمش، قالوا تعالى اشتغل انت مدير المركز، وسماه المركز الجامد جدا. وبعدين اللي بيدفع الثمن العيانين، اللي بيدفع الثمن الناس الغلابه، ويطلع المشهد انا عامل تجميل اسناني. هو تجميل الاسنان كده؟ هو اي حد بقى ما عملش هو ده الشكل ده كده تجميل؟ لا يا عم انا مش رايح اساسا لدكاتره الاسنان. جمع دكاترة الأسنان في هذا الأداء. هذا المعنى سأنقله ضيفي العزيز، وهو عنده الحكايات اللي أكتر مني، وعنده القصص اللي أوقع مني، وعنده الدراما اللي أكثر قسوة وإيلاما من اللي أنا قلته لكم كله. ضيفي العزيز قيمة علمية كبير واسمه متميز وحضور رائع، والأستاذ الدكتور كريم مكادي. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا وسهلا يا دكتور. وحشني والله. اللي أنا حكيته ده واقع؟ ده واقع جدا وبيحصل كتير جدا. المشكلة إن الناس تجميل الأسنان ده علم وفن ومهارة وتقنية، ما ينفعش أي حد لسه متخرج أو أي حد ما عندوش العلم ده، ما عندوش التالنت دي، إن هو يمد إيديه في حاجة زي دي. إحنا في عندنا حاجة اسمها سمايل ديزاين. الراجل أو الدكتور اللي هو بيدرس سمايل ديزاين ده راجل فنان. تصميم الابتسامة. تصميم الابتسامة. تصميم الابتسامة ده ما بيجيش هباء، ما بيجيش مفصول عن الوجه، عن الشخصية ولا الشغل، لا ده كل ده لازم يتربط مع بعض. يعني أنا عندي حد لونه فاتح، لونه عامل إيه، نعمله لازم يكون لايق عليه السنان بتاعته، لازم نبحث عن الطبيعية. إيه هي الطبيعية؟ إن أنا لما أبص اللي قدامي ألاقي شكل سنانه حلو بس مش شكله عامل حاجة في سنانه. فأنا دلوقتي ببص الراجل ده وشه، تقطيع وشه عاملة إزاي؟ الراجل ده لونه عامل إزاي؟ الراجل ده راجل ولا ست؟ الراجل ده بيشتغل ليه؟ شخصيته عامله ازاي؟ هل هي حاده؟ هل هي شخصيه ناعمه؟ هل هو بيظهر مع الاضواء كتير ولا هو شخصيه بيدير مصنع او حاجه زي كده؟ كل ده بيتحكم في شكل السنه ولونها والرصه بتاعتها. لكن لو انا اشتغلت من غير علم خالص، من غير الدراسه دي، هطلع قوالب الجبنه. هلاقي اللي هو بعد ما يعمل سنانه وهو فاكر ودفع مبالغ كبيره، فاكر نفسه شكله حلو، لكن هو في الحقيقه الناس بتتريق عليه من وراه، وواجب الناس ان هي تقول له الكلام ده. دي بقى بيتردد فيها كثير. لازم عشان يرجع للي عملها له. في ناس تقول لك اقول له، في ناس تقول لك لا ما يا عم هنقول له ايه؟ ما هو لازم يرجع للي عملها له، اصل هو كده شوهه. هو اللي عملها له مش هيعمل له احسن من اللي عملها. ما هو لازم بقى يتفاوضوا في قصص كتير قوي عشان يروح يعملها في حتة تانية، هي دي المشكلة.
طب تعال ندخل في قصة مثيرة جدا. أنت قلت عنوان حلقتنا اليوم أنه التعامل مع الأسنان فن. طبعا في الأساس فن. طبعا سواء في التجميل أو في غيره. طبعا. صح كده؟ طبعا. إذن هو عنوان النهاردة اسمه حوار الفن. تعال نشوف الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ السؤال الأول يتعلق بالأولويات. الطبيب ولمسته الفنية هي أهم شيء يتفوق على الأجهزة بكثير. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض جدا. بس احنا ما نقدرش نستغنى عن الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة. الدكتور هيقدر يحضر الأسنان مظبوط عشان التركيبات أو عشان الفينيرز، هيقدر يحط زراعته مظبوط في الأماكن المظبوطة، لكن التقنية العالية والدقة في تنفيذ اللي الدكتور رسمه الخطة العلاجية أو اللي الدكتور حضره هي عن طريق الأجهزة. زي ما احنا شايفين هنا هو ممكن الدكتور يكون حضر كويس الأسنان اللي فوق، بس الأجهزة ما زبطتش النتيجة النهائية زي ما احنا شايفين في الحافة وهي فوق، لكن تحت مع الديزاين المظبوط مع الدكتور الديزاينر المظبوط قدر يوصل للنتيجة التحتانية. وده الكلام ده كله في وقت نو تايم، ده ممكن يبقى في خلال 24 ساعة بكتير قوي. فاحنا عندنا المهارة مع التكنولوجيا لا يتجزأوا. برضو نفس الكيس هنا هو، احنا عندنا ممكن يكون اللمسة بتاعت الدكتور كانت كويسة جدا، بس ما قدرش يوظفها مع التكنولوجيا اللي عنده عشان يوصل لنتيجة كويسة في الصورتين اللي فوق، لكن لما استخدم التكنولوجيا الحديثة قدرنا نوصل للنتيجة اللي تحت دي. عند فقد الأسنان بكمية واضحة أو بشكل واضح يتأثر الوجه ويعجز. جدا ابيض جدا. وفكره الحته دي من الحاجات اللي يعني لازم الناس تعرفها دي، يعني ده انا بوظت الدنيا مجرد ما بفقد الاسنان من غير ما اعوضها. احنا عندنا اول زي ما احنا هنا شايفين، اول ما السن بيتخلع بيبدا العظم يكش. العظم ده ايه؟ العظم هو اللي مشدود عليه عضلات الوش ومشدود عليه الجلد. طب لما القالب نفسه اللي بيشد الكلام ده كله بيبدا يكش زي ما احنا شايفين اهو، بدا الحته المخلوعه تكش عن الحته اللي فيها اسنان. ايوه بص كش دي الناحيه اليمين الطبيعيه والناحيه الشمال اللي هي ما فيهاش اسنان، يبدا شكل الفك يتغير زي ما احنا شايفين. الفيرتيكال دايمنشن ما بين الدقن والمناخير تبدا تقل لان عظم الفك كش. حاجه طبيعيه جدا. يبدا يبان المريض او اللي هو خلع سنانه، خلينا ما نسميهوش مريض، اكبر في السن ما بين 5 و10 سنين. احنا بنقول ان الاسنان كامله يعني ان هو يبقى اتراكتيف بتزيد 20% مع سنان اللي شكلها حلو الكامله. برضو اللي بتتخلع عمره بيكبر من 5 ل10 سنين، ممكن تزيد مع كده مع الاسنان المخلوعه. دي نقطة مهمة جدا، وفي كتير منهم بيروح يعمل فيلر، بيدور على فيلر، حلول تانية دهون، لكن مش الحل الفيلر والدهون. بالظبط الحل ان انا العب اسنان. بالظبط حافظ على اسنانك. زراعة الاسنان هو الحل او العلاج الاكثر فاعلية عند التعامل مع فقدان الاسنان. هو الكي، هو المفتاح أبيض. هو الابيض جدا، هو الباس اللي لتعويض الاسنان، هو اهم حاجة في تعويض الاسنان. انا زي ما احنا هنا شايفين الراجل ده كان عنده 3 اسنان فقط. 3 اسنان بس. بالظبط كده، احنا بدانا حطينا له 4 زرعات في الناحيه اليمين للمشاهدين، لكن هي بتبقى الناحيه الشمال للمريض، اوكي؟ وبدانا نعمل له التركيبات الثابته، قدرنا نكمل له عدد اسنانه كلها، وقدرنا نحافظ على حجم العظم في الحاله زي دي. لما يبص في الاول وهو ب3 اسنان بس، وشه ما بداش يكرمش، بس لما بيضحك بيبان ان هو اكبر، لكن لما زرعنا له وكملنا له اسنانه شكله صغر في السن. التكنولوجيا الحديثه اهم حاجه، احدثت طفرة كبيره في نتائج الزراعه. دي اهم حاجه. اهم حاجه التكنولوجيا الحديثه. احنا عندنا الاشعه المقطعيه دي اهم حاجه في التشخيص عامه. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتقسم لنا الفك الى جزيئات او ترانشات رفيعه قوي نقدر نكشف بيها كل حاجه. هنا احنا عملنا بقى اللي هي التطور
عملنا كومباينيشن ما بين او يعني اندمج ما بين الاشعه المقطعيه مع جهاز السيرك اللي هو بنعمل عليه السمايل ديزاين اللي هو بنعمل بيه الاسنان في الاخر. فقال لنا انت العظم هنا كثافته كويسه، طوله ارتفاعه عرضه كويس جدا، لكن كمان الحته دي بالذات لما هتزرع فيها هنقدر نعمل شكل الاسنان جميل جدا. وده تطور التطور، احنا مش بس اشعه مقطعيه، لا احنا كمان سيرك معاها. المواد المستخدمه ليها دور كبير جدا في نجاح الصناعه. ده بلا شك ابيض، المواد المستخدمه والتكنيكس بتاعت الزراعه. عندنا دلوقتي الزراعات حصل فيها في المواد بتاعتها طفره عاليه جدا، بداوا يعملوا لها معالجه سطح بشكل كبير جدا، يزودوا التضاريس بتاعتها عشان العظم يبدا يبني فيها، تحفز العظم يبني فيها اكتر، تخلي الثبات بتاعتها زي ما احنا شايفين هنا، دي صوره مايكروسكوبيكال بتبين لنا معالجه السطح في الزرعيه. كل ده بيعشق فيه العظم وبيحفز العظم ان هو يملى بشكل كبير جدا. دي اول حاجه. عندنا الليزر لوك اللي هو بقى يتعمل على النك او على الرقبه بتاعت الزرعيه، كان زمان بيحصل انحسار للعظم شويه بعد الزراعه، دلوقتي خلى ما بقاش فيه الكلام ده كله. التكنيكس استخدام البلازما في زراعة الأسنان، ده خلى الصفائح الدموية الموجودة في البلازما تعمل هيلينج بشكل أسرع، تخلي العظم تحفز العظم أكتر إن هو يبني في الحتة دي، خلت ثبات الزراعية عالي جدا. إحنا وصلنا دلوقتي في شركات من كتر ما هي عندها تقنية عالية قوي في الزراعية وعارفة إن التقنية دي قللت فرصة فشل الزراعية، حتى مع بعض الامراض اللي هي كانت بتفشل معاها الزرعيه قبل كده بقت بتطلع جارانتي، بس مع شرط ان هي تضمن ان الدكتور يحط الزرعيه بطريقه مظبوطه، واللي هيضمنها ده هي بتشوف دكتور ويل ايديوكيتد عنده حرفيه عاليه، عنده نسبه فيلير قليله، فتقدر تخليه هو ده اوتورايزد من عندي ان هو يطلع الضمان على الزرعيه بتاعتي. طيب كتير من اللي احنا قلناه ده كتير من الناس ما بتمشيش عليه، كتير من الناس بتخرج عن النص سواء مرضى سواء منظومات. وانتوا عندكم مشكله ضخمه دلوقتي، ما اعرفش ليه سببها ايه، ان في ناس مش اطباء اسنان بدأوا يبقى عندهم او بيشاركوا او داخلين في مراكز اسنان. دي مشكله كبيره جدا، دي مشكله ضخمه جدا. ليه المشكله دي ضخمه؟ انا دايما اقول اللي مش دكتور لما بيدخل في المجال الطبي كانه هو مستثمر او هو راجل اعمال، ما يهموش بقى اي قواعد، ما يهموش، هو بيدور على المكسب. فالمكسب ده ممكن يجي نتيجه انه يقلل المدفوعات ويغلي المدخلات، هيعمل صح. طب قال ما يجي على الزراعات مثلا يشتري الحاجات، الزرعه دي بكام؟ صح. الزرعه دي ب 10 جنيه ارخص. طب ما في ب 2 جنيه، طب ما نشتري منهم 2. صح. راجل اعمال. صح مظبوط. في رجال اعمال بتفكر كده، ده غلط طبعا برضه. عشان كده انا بقول ما ينفعش يطلع رخصه لحد غير الدكتور، ما ينفعش صاحب القرار يبقى مش دكتور. حتى لو كان اونر. حتى لو كان اونر. ده مهم قوي. طبعا. وانا متفق معاك جدا في المعنى ده، بس خلينا نروح ليه نشوف مين المنيل على عينه المتهم والمنيل على عينه الثاني الجاني والغلبان المسكين اللي بيه. المريض. البريء. جاني، متهم ام بريء؟ بص، هو السؤال الاولاني اللي هقوله لك هو بيدور حوالين ده. منظومه. ترى ان استخدام التكنولوجيا الحديثه، جبت الجهاز قشطه جدا، انا وصلت كده عديت، مش مهم لا مهاره ولا خبرات، اجيب اي حد الجهاز ده بيقول بابا وماما، ابيض اسود متهم ولا جاني ولا ده جاني جدا اللي بيفكر كده. جاني جدا. انا عندي تكنولوجيا عاليه واوكي وكل حاجه، طب مين اللي هيوظفها؟ مين اللي هيشغلها؟ مين اللي هيقول انا هستخدم التكنولوجيا الفلانيه في الحته الفلانيه؟ زي ما احنا شايفين قدامنا اللي تحت عنده تكنولوجيا، يعني هم دول نفس الشخص، بس الدكتور الاولاني عنده تكنولوجيا. طب التكنولوجيا دي وصلته لايه؟ وصلت للنتيجه اللي احنا شايفينها دي. اللي تحت، اللي تحت هي اللي تحت ده بعد ما راح لدكتور ثاني، ده بعد ما راح. ما دي اللي قدام ده، دي تركيبه ثابته زي ما احنا شايفين المارجنز بتاعتها، الحز او الوصله ما بين السنه واللثة باينه، دي بتدخل اكل بتعمل لنا مشاكل جوه. ليه؟ عشان هو مش عارف يوظف، مش عارف يستخدم التكنولوجيا. تاني حاجة عندنا الشكل قد جدا، احنا زي ما احنا شايفين اي حد هيبص للصورة اللي تحت دي هيعرف مكان التركيبة فين، هيعرف ان السنان دي شكلها مش حلو. اساسا شكل السنان دي هيبقى بالنسبة لاي بني ادم حاجة تضايقه وهو بيبص. اصل برضو بيني وبينك السنان اللي تحت دي مش ممكن تكون، انا يعني واحد راح لدكتور سنان او راح دافع فلوس لمكان وطلع بدي، ده بعد الشغل. والمشكلة بقى ان الحد بعد ما دفع خرج
ازاي تخرج وانت كده؟ ما دي برضه ثقافه مرات مرته. انا ما اخرجش وانا يعني ده بعد ما خد سنانه اللي فوق دي بقى عمل ايه؟ لا هو ما كانش مصدق نفسه ان هو ينفع يوصل لكده. هو اساسا دلوقتي يعني تحت شكله عامل سناني فوق شكله طبيعي جدا زي ما احنا شايفين اللثه، ما فيش مارجنز ما بين حتى رصه سنان حلوه. يعني حتى لو واحد شافه قبل كده وعارف شكله كويس وشافه وشاف تجميل، هو شاف تجميل حلو صح، شاف حاجه حلوه. ولو حد شافه الاول في ناس هتعرفه، يعني في ناس هتقول لك انت عامل حاجه في سنان عشان شاف الوحش، ما شاف الوحش وصاحبه بقى. لكن لو اول مره لو اول مره مش هيعرف ان هو عامل حاجه في سنان. سؤال مهم جدا، من يقوم بترويج فكرة ان التقويم الشفاف لا يصلح او لا يمكن القيام به مع وجود زرعات؟ شوف التركيبة الفنية، ده متهم ولا جني ولا ده؟ ده متهم ان هو مش فاهم. هو اول حاجة يقدر يتعامل بالتقويم ده، او التقويم عبارة عن ايه؟ التقويم الشفاف ده احنا بنعمل استراسز في حتة معينة وبنشيل الاستريسز من حته معينه. يعني الحته التقويم بيشتغل ازاي؟ لما بنزود البريشر على العظم في حته معينه بيبدا يشتغل بميكانيزم اسمه اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، يبدا ياكل نفسه في الحته دي، فالسنه تبدا تتحرك في الحته دي، ويبدا الناحيه اللي خف من ناحيتها البريشر او الضغط تعمل حاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي، اللي هو العظم يزود نفسه. الميكانيزم ده يا دكتور هو نفس الميكانيزم اللي احنا وشنا بيكبر بيه، هو الناس بتكبر بيها، نفس الميكانيزم ده. طيب انا ممكن اعمل كل ده تقويم الحاله دي؟ ده تقويم، احنا قدرنا نوصل من الناحيه الشمال للناحيه اليمين، دي حاجه عظيمه. ده تقويم انا بعشق التقويم ده، هو عظيم. يعني انا بعشق ليه التقويم؟ لانه يحتاج صبر، صبر، وبنسيب كل حاجه زي ما خلقها ربنا. سبحان الله، احنا عملنا اعاده ترتيب البيت بالظبط كده، مش لا جبنا بيت جديد ولا هدينا ولا بدينا اي حاجه. انا كل هي معاك خرجت بيها، كرسي ده في مكانه، الاضاءه انت عارف قبل وبعد، انت عارف في الفرنتشر ده لما تلاقي بيت متبهدل والحاجات بتاعه وبعد ظبطنا، بس انت عظيم. لمسه فنيه قبل التشطيب وبعد التشطيب. طيب تعال نروح بقى قبل التشطيب وبعد التشطيب للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ هبدا لك بفكره مشهوره جدا، مرضى الهشاشه بقى، ودول مرضى كتير قوي عندهم فكره، انا يا عم مريض هشاشه ما ينفعنيش اي حاجه، ما تجيش تقول لي زراعه، ما تجيش تقول لي تركيبات، ما تجيش تقول لي تجميل، ما تجيش ما تعرفش من سنين اساسا مش مستحمل، انا مريض هشاشه. حكايه الهشاشه دي على فكره في الطب البشري يعني مثلا مريض يروح يعمل تحليل هشاشه عند جهاز كده ما تفهمش، الجهاز ده مشبوه برضه يعني، فيقول له انت عندك هشاشه، يعملها ممكن يعملها في سنتر في 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 في, في مول، عارف كان في اجهزه مول تمام، بتقيس الهشاشه في مول فل جهاز كده تلاقيه في المول، يقف يقيس لك الوزن وهشاشه العظم والكالسيوم ويقول لك البوتاسيوم بتاع جسمك ده زي البودي ماس اندكس والحاجات زي البودي ماس اندكس كده معايا. ده وزن وطول، البودي ماس اندكس مش محتاج جهاز بالظبط، اجيب ميزان وبتاع كده. انا مش زي الجهاز، في اجهزه طيبه جدا يقول لك اجهزه قياس كميه الدهون في الجسم، اوانطه اوانطه انت تخين، واحد تخين خلاص تخين هو عارف مش ما جابلكش التايهه يعني صح. ايه بقى؟ خلينا نقول ان مش كل حد عنده هشاشه ما ينفعلوش الزراعه، وخصوصا بعد التكنولوجيا اللي بقت في الزراعات العاليه جدا. لا احنا دلوقتي بنقدر نزرعها مع بعض حالات الهشاشه. طيب لو الدنيا عاليه شويه والعظم حصل له انحسار او انكمش، بنبدا ممكن نبدا نحط له عظم ونزرع ونستنى العظم ده ينشف وكثافته تبقى كويسه ومعقوله، ونبدا نزرع له بعد كده. زي ما احنا شايفين الراجل ده كان عنده نسبه هشاشه عاليه، بدانا زرعنا له الاسنان الخلفيه كلها والاسنان الاماميه، دخلناهم كلهم في تركيبه ثابته واحده. ليه؟ عشان يمسكوا كلهم بعضهم، عشان نوزع الاحمال. احنا عندنا في فكره مهمه جدا، هي فكره توزيع الاحمال. انا الزراعيه دي حاططها في عظم بالكونديشنز معينه، طيب احمل عليها قد ايه؟ فاحنا بدل ما احنا يعني في حالات تانية نقدر نحط زرعايه واحده في الحته دي كلها هتبقى وافيه، لكن لا احنا عندنا في هنا هشاشه، نوزع الاحمال على عدد زرعات اكبر، نوزع الاحمال على اسنان اكتر، نقدر نزرع مع الراجل. عايز كام سؤال سرعه واجابات سريعه عشان ايه؟ الوقت خلاص الوقت يخلص. طب يلا انا عايز بسرعه اخد اكبر معلومات من حضرتك النهارده لان المعلومات مهمه. زراعه الاسنان لا يمكن حدوث بعدها لا يمكن حدوث ضمور
العظام بتاعتك. موافق جدا 100% ان هي بتحافظ على حجم العظم حواليها زي السنه الطبيعيه بالظبط. التدخين الكحوليات من اهم الاشياء المضره جدا لاي شيء خاص بزراعه الاسنان. موافق جدا، لان هي ده بتسبب باد اورال هايجين، هي بتسبب البكتيريا اللي بتاكل في اللثه والعظم اللي حوالين الزراعيه، فالزراعيه طبعا بعد كده بيحصل لها مشاكل. الانسان ما يقدرش يمارس حياته بشكل طبيعي بعد الزراعه. يقدر يمارسها يوم الزراعه بعد ما يخرج من عند الدكتور. ياكل كل حاجه. لا، ياكل كل حاجه، يمارس حياته الطبيعيه حاجه، وان هو ياكل كل حاجه ويحمل على الزراعيه دي حاجه ثانيه. هو يقدر ياكل على الزراعيه دي في كيسز معينه قليله جدا، لكن يمارس حياته الطبيعيه يعني يروح شغله، يروح دراسته، يروح والكلام ده كله ممكن. في اجسام ممكن ترفض الزراعه؟ قلت نسبتها جدا بعد التكنولوجيا الحديثه، بعد معالجه السطح، بعد معالجه الزراعات، قلت الدنيا دي جدا. التقويم الشفاف ما ينفعش اشرب معاه حاجه سخنه. ده انا موافق جدا على الموضوع ده، لان هو بيغير في الـ في الـ في الـ في الماده نفسها بتاعت التقويم الشفاف. لا يمكن اصلاح زرعه بعد فشلها. حسب الفشل ده وصل لحد فين وكان بسبب ايه؟ يعني لو عندي كسر في المسمار اللي بيربط ما بين راس الزراعيه وجسم الزراعيه اقدر اعالجه. لو عندي كسر في الزراعيه نفسها طبعا لازم تتغير. ايه اللي هيحصل لما تغلط في عالم الاسنان؟ اللي فوق ده فني معمل هو اللي عمل الكلام ده. باين قوي ان هو مركب حاجه تحت. لا، الطبيعيه موجوده، احنا بنبحث عن الطبيعيه. التجميل هو ان الواحد عنده اسنان شكلها حلو طبيعي. تجميل الاسنان اصبح مكون اساسي للابتسامه المثاليه. ابيض ابيض جدا، لان هو الجزء الاكبر في الكادر. احنا الكادر عباره عن ايه؟ عباره عن فكين، اسنان ما بين الفكين، لثه، شفايف. طيب اكبر جزء في الكادر هو تجميل الاسنان، بس هل معنى كده ان انا ابعد عن اللثه والشفايف وعلاقه الفكين ببعض؟ ودلوقتي بقى تجميل الاسنان بقى في وقت صغير جدا، زي ما احنا شايفين احنا انتقلنا من شكل الاسنان الوحش اللي فوق لشكل اسنان مرصوص جميل بلون كويس لايق على البشره. هنا برضو نفس الكلام، الشكل الوحش اللي فوق للشكل اللي تحت، الكلام ده كله بيحصل في نو تايم، وكل ده بتحضير خفيف خالص. نعمل يا دوبك تخشين، لان دلوقتي الاي ماكس خلانا بنشتغل ب 0.4، حاجه رفيعه جدا، 0.4 مليمتر، يعني اقل من نص الشرطه الصغيره بتاعت المسطره. وبعد كده ناخد المقاسات بتاعتنا، ناخدها نعملها ديزاين على الكمبيوتر اللي هو بيدي اوردر للمكنه اللي بتخرط العدسات اللي احنا شايفينها دي، وبعد كده نلزقها على الاسنان ونوصل للشكل المثالي ده. ده بقى بالنسبه للستات. حلوه دي. ايوه طبعا، حلوه قوي. طبعا. ليه الحاله دي حلوه في تصويرها الحقيقه، مش في نتيجة. انا متوقع ان انت تطلع حاجه حلوه كده. لكن الحلاوه ان انت جبت الحاله قبل وبعد، فدي بنت. صح. بان فرق شكل بقها كاملا ما بين قبل ورغم ان بقها شكله كويس وشفافها جميله، من بعد بان كل حاجه. مع لو حضرتك خدت بالك هي حاطه ميك اب في الاثنين. بالظبط، يعني ممكن نفس اللون. نفس اللون، يعني ممكن احنا قصدناها في الحته دي. يعني ممكن تبقى الست حاطه فول ميك اب بس تفتح بقها تعمل، يبقى مشكله كبيره. هنا احنا شايفين فرق، نفس الميك اب وكل حاجه بس فرق كبير قوي. هروح لسؤال تاني مهم جدا، الليزر. عايز اسال عن الليزر. الليزر ده محبوب الملايين. ده الطفره، كل فروع الطب طبعا. احدث طفره هائله في زراعه الاسنان بلا شك. طبعا الليزر ده اللي سهل لنا كل حاجه، ده اللي لغى المشرط. احنا دلوقتي المشرط ده حاجه عزيزه جدا، عشان استخدمها دي ما بستخدمهاش بسهوله. دلوقتي الليزر بقى عندنا بندخله عن طريق السيرجيكال جايد اللي هو الدليل الجراحي، زي ما احنا شايفين هنا اهو. الدليل الجراحي ده بيحدد لنا بعد الاشعه المقطعيه مكان بالظبط الزراعيه. بندخل من عنده الليزر زي ما احنا شايفين، يعمل لنا علامه بس في اللثه عشان بعد كده نكمل شغل الليزر. زي ما احنا شايفين هو كده عملنا العلامه، شلنا الدليل الجراحي، عمل لنا علامه في اللثه اهو. بنبدا بقى نفتح فتحيه الزراعيه كلها بالليزر. احنا ما استخدمناش مشرط، ما استخدمناش اي حاجه. الليزر ده فوائده ايه بقى؟ ان هو وهو بيفتح هو بيكوي في نفس الوقت، فبيقلل لنا التروما، بيقلل لنا الدم اللي نازل، بيقلل لنا الالتهابات، بيقلل لنا اي الم ممكن يحصل بعد اي جراحه. وبعد كده بنخش بالادوات بتاعتنا، نحط الزراعيه. دلوقتي الزراعيه بقت بتاخد 12 دقيقه من اول فتحها لقفلها.
فبقت طفره في السرعه، في الالم، في التروما، في كل حاجه. الحقن البلازما تستخدم الاله على نطاق واسع في زراعه الاسنان. البلازما دي التكنيكس والتطور العالي جدا في الزراعه. خلينا نقول بس للناس هي ايه هي البلازما. احنا بناخد لما بيجي لنا المريض بنبدا نسحب الدم بتاعه، وبعدين نحطه على جهاز الطرد المركزي اللي هو السنترفيوج، بيفصل لنا كرات الدم الحمراء عن البلازما. البلازما الصفائح، هي بلازما البروتين، البلازما هي فيها عناصر النمو كلها. لما بنبدا نحطها في المكان بتاع الزراعيه بتاعتنا بتبدا تحفز العظم، بتبدا تخلي سرعه نمو العظم حوالين الزراعيه اعلى بكتير، بتخلينا نقدر نحمل في وقت صغير جدا الزراعيه، حتى لو حاله العظم في الطرق الثانيه ما بتديناش الفرصه دي. فطبعا البلازما نتائجها هايله. احنا زي ما احنا شايفين احنا هنا، واحنا بعد ما فصلنا اهو بناخد البلازما ده شكلها، ونبدا نحطها في مكان الزراعيه بتاعتنا. تعال نروح لسؤال تاني مهم قوي. القشره التجميليه دي اقوى سلاح الان لتجميل الاسنان في زمن قياسي وتحضير قليل جدا. انا موافق جدا وابيض جدا. النو تايم مع انا ليه دايما بنشجع الحاجه اللي هي التحضير بتاعها قليل؟ لان احنا بنحاول نبقى كونسرفتيف، احنا بنحاول نحافظ على الحاجه اللي خلقها لنا ربنا، بنحاول نحافظ على شكل على السنه الطبيعيه، بناكل منها اقل حاجه ممكنه، لدرجه ان احنا بقينا يا دوبك تخشين خفيف خالص عشان خاطر نركب الفينيرز بتاعتنا. احنا ساعات التخشين ده بيوصل ان احنا ممكن ناخد مقاس واحنا بنلزق نعمل التخشين الخفيف ده، من كتر ما هو حاجه مش هتاثر قوي نقدر نخليها ستيب 2 مش ستيب 1. زي احنا شايفين نتائجه هايله، سدلنا الفراغات، سدلنا الدايستما اللي فوق، شكل السنان بقى شكلها احلى. طبعا كل الكلام ده لازم طبعا يبقى عندنا اللثه الصحيه بتاعتنا، لو كان عندنا اي مشاكل في اللثه لازم نعالجها قبل الفينيرز دي عشان خاطر تبقى النتائج كويسه جدا. السؤال الجاي ده السؤال انا بحبه قوي، هو سؤال عن ماده المواد. مواد ماتيريال. الماتيريالز. الماتيريالز دي اصعب ماده عندكم في الطب. طبعا طبعا المواد تلعب دور خطير جدا في حاجتين، في نتيجه التركيبه الثابته، وفي ديورابيلتي الزمن طبعا والنتيجه، وايضا في تحديد مسؤوليه الدكتور اللي حط هذه الماده. الماده ترتبط بدكتورها، الماده تعبر عن دكتورها، الماده هي راس الحربه اللي بتلعب بيه في اي مباراه. ابيض ابيض جدا. انا بستخدم الماده دي في التركيبات. احنا عندنا التركيبات انواع كتير جدا جدا، في تركيبات منها اساسا احنا بنشوف بيجي لنا ناس دي حلوه قوي التركيبات لتحت دي نوعها ايه؟ ما دي اي ماكس. اي ماكس احنا عندنا فوق ده البي اف ام اللي هو بورسلين فيوست ميتال، بس كان معمول بطريقه كمان مش حلوه. يعني البورسلين فيوست ميتال ده كان بيتعمل بالطريقه البلدي بتاعت زمان اللي هو التكنيشن بيشتغل بيها وبس. لكن اللي تحت دي ده تطور التكنولوجيا العالي، دي الماده اللي هي سمكتها رفيعه جدا وبتدينا النتائج الهائله. كل اللي احنا بنعمله يا دوبك بنحضر التحضير بتاعنا، بناخد مقاسنا بحاجات معينه بنوديها على الكمبيوتر اللي هي بتدي اوردر للمكنه ان هي تنتجها. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده، ده فني معمل هو اللي عمل الكلام ده، باين قوي ان هو مركب حاجه تحت. لا، الطبيعيه موجوده، احنا بنبحث عن الطبيعيه. التجميل هو ان الواحد عنده اسنان شكلها حلو طبيعي، مش جبنه، مش تباشير، مش حاجه انت عامل تجميل في اسنانك. لا، انا شكلي طبيعي، اسناني حلوه. خلينا هروح الفقره الثانيه، بس هروح الفقره الثانيه باتهام. انه ربما انتوا لما بداتوا تتكلموا على ابتسامه هلود اعطيتوا انطباعات معينه انه التجميل هو ابتسامه هلود. خلاص انت عملت ابتسامه هلود يبقى انت عملت تجميل. يعني انا داخل على رغم ان ابتسامه هلود دي قصه مهمه لازم نحكيها. نعالج؟ لا نعالج ايه؟ انت عايز تغطي. يعني المعنى بتاع نغطي ده الامريكان هم اللي عملوه. انا مستعجل، مش عايز، مش معايا فلوس اصرفها. الاسنان هناك غاليه جدا في امريكا، غاليه جدا، فاللي معاهوش تامين صحي اسنان بيتبهدل يعني. فيعملوا ايه؟ حاجه كده كده كده. انت راجل هوليودي، وخدوا طبعا اسم هوليود عشان انت عارف الامريكان مهووسين بالهوليوديين. طب تعالى نروح، هل ده اتهام او اتهام؟ طب تعالى نشوف الرد.
نشوف هل هو متهم ولا جاني ولا بريء اللي قال الكلام ده. جاني، متهم، أم بريء؟ من روج على أنه تجميل الأسنان حاجتين لا سلسة له؟ ابتسامة هوليود ممكن أعملها لك صناعية وركبها لك، وطبيب سنان وروح يعمل حاج في خلال ساعة. ده جاني جدا. وخليني أحكي قصة كده ملهاش دعوة بالسنان خالص. مرة كنت قاعد في بنك من البنوك، لقيت الراجل بتاع النظافة بيكنس وبيحط التراب على الأركان عشان ما يبانش، يعني هو بيوزعه في الأركان، فهو اللي هيبص بالظبط العزاب بيعملوا فهو هيبص على الأرض، أي حد هيبص على الأرض، الأرض دي، طب هو نظف تحت السجادة طب هو نظف؟ لا هو دارة، لكن هو أساسا المصيبة موجودة، التراب اللي عمال يتراكم، البكتيريا، الحاجات المش نظيفة اللي موجودة، كل ده عمال يزيد. طيب أنا دلوقتي هبدأ أبني عمارة والبيز بتاعي مش موجود، فين أساسات العمارة اللي أنا حاطط عليها التجميل ده؟ فين أساسات العمارة اللي أنا هعمل لها الطبيب؟ لا أنا لازم الأول أبدأ أشوف مشاكل الفم دي كلها إيه؟ أنا عندي أسنان عاملة إزاي؟ حالتها إيه؟ عظمها إيه؟ عصبها عامل إزاي؟ تسوساتها عاملة إزاي؟ لثتها عاملة إزاي؟ علاقتها مع الفك اللي قصادها عاملة إزاي؟ وبعد كده أبدأ أجمل، يعني أنا هبدأ أوظف الدكتور كل واحد في تخصصه لحد ما نعالج الأسنان كلها، وبعد كده نبدأ نجمل. زي ما إحنا شايفين فوق احنا عندنا كان عندنا في سبيسنج كبير قوي ما بين الاسنان، بدانا ان احنا نعمل زي تحضيرات خفيفه خالص ونلزق لها اللي هي العدسات الخزفيه او اللي هي الفينيرز بتاعتنا، والنتيجه زي ما احنا شايفين تحت خالص. اللي في النص ده حاجه اسمها موك اب، ده حاجه يا دوبك ايه بنحطها بنجرب بيها شكل السنان هيبقى عامل ازاي، حاجه ملهاش دعوه بالنهايه خالص، بس يعني زي ترايل زي باترون كده بالظبط كده، تجربه يعني بالظبط كده. احنا قدرنا نوصل من النتيجه اللي فوق للنتيجه اللي تحت بالتركيبات الثابته. تركيبات ثابته دي تركيبات ثابته طبعا، احنا عندنا السبيس هنا كبيره جدا، وعندنا روتيشنز، وعندنا تعويج في الاسنان كبير جدا، واساسا الاسنان حالتها مش كويسه زي ما احنا شايفين، في حشوات كتير كومبوزيت في الاسنان دي مش هتستحمل ان احنا نركب عليها فينيرز بس، فاضطرينا ان احنا نعمل لها تركيبات ثابته. السؤال اللي كتبته سؤال مهم قوي، وده ده منتشر، من يقوم ببرد كميه كبيره من السنان اثناء التحضير؟ انا مش موافق طبعا. بس ده بقى كتير، ده بقى كتير ليه؟ عشان خاطر يقول لك عشان ادي نفسي الفرصه اقعد العب في شكل الاسنان براحتي، الكلام ده غلط. انا ليه هبرد من السنه كلها الحجم ده؟ ما انا عندي حق، احنا زي ما قلنا قبل كده احنا بنحاول نبقى كونسرفتيف، لازم نبقى محافظين. يعني ايه محافظين؟ يعني انا ما بشيلش بزياده وخلاص، يعني انا ما بغيرش دراع طبيعي عشان اركب دراع صناعي، لا احنا عندنا سمكات. الراجل ده طبعا مش فاهم فكره السمكات والدنتال ماتيريالز، يعني سمك 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 بالظبط. عندنا الماده الفلانيه اللي هنستخدمها في التركيبات احنا هنعملها من اول السمك الفلاني، يبقى انا ما اكلش اكتر من كده الا لو عندي حاجه دي ان انا بدخل سنه لورا او اطلع سنه لبره، بنضطر ساعات ناكل من جوه زياده عشان السنه تطلع لبره، او من بره زياده عشان ندخل السنه لجوه. لو انا ما عنديش الاحتياج ده هاكل زياده ليه؟ فيبدا الماده الايماكس بيتاكل منها بسماكه معينه، الزركون بيتاكل، البي اف ام حتى بيتاكل منه بسماكه معينه. طب ليه نعمل التركيبات بتاعتنا بتحضيرات عاليه جدا؟ احنا زي ما احنا شايفين هو كان المريض ده كان جاي لنا بالشكل اللي تحت دي، بعد ما عملنا له تحضير بشكل معين عشان نعدل شكل السنان في النتيجه النهائيه وصلنا للنتيجه اللي فوق دي. تعال نروح لسؤال تاني مهم قوي. ناس عندهم ابتسامه لا سويه وقلت لهم ان الحل هو البوتوكس، و يقول لك لا انا اعمل جراحه اسهل من ما اعمل بوتوكس. ما هو وارد ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم طبعا ان هو مش فاهم، وممكن يبقى جاني على نفسه ان هو ليه اخش الجراحه وانا ما عشان البوتوكس مؤقت. طب هو ده مبداه. ايه المشكله؟ مؤقت قد ايه؟ بوتوكس بيقعد 6 شهور. 8 شهور. 8 شهور طب لما النتيجه تبدا تروح ابقى خد لك حقنتين البوتوكس وبعد كده ارجع تاني. لكن اعمل بيرمننت اسمه ايه ده، ادخل مشرط عشان اعمل حاجه تدوم معايا، انا مش محتاج للكلام ده. احنا شايفين زي ما احنا شايفين البوتوكس احنا جايين من الناحيه الشمال، كل اللثه بشكل تضاريس العظم اللي تحت اللثه باين في الناحيه الشمال، الناحيه اليمين ابتسامه مثاليه، شكل شفايف بشكل اسنان
بالايديال كله موجود، ده كل ده ببوتوكس من غير مشط. طيب الحقبه بتاعت السبعينات والثمانينات والتسعينات السنان فيها كانت يعني كارثيه كارثيه. كنت يعني انا وانا صغير انا والدي دكتور اسنان دكتور عاصم نجادي وانا صغير كنت وانا بنلعب لعبه انا وهو في الافلام بتاعت الثمانينات والتسعينات نقول ده مركب بريدج او كوبري في الحته الفلانيه شايفه اهو باين من كذا. انا بلعبها دلوقتي مع نفسي يعني دلوقتي وانا بقعد بتفرج انا عارف مثلا انه فلان عامل سنان بالظبط فلان الفيلم ده كانش عامل سنان والفيلم اللي بعديه عامل سنان بالظبط بس بعد مش حلوه بعد الثمانينات كانت سنان تعمل وفوال يعني لحد كده 2008 كانت الدنيا ماشيه كده. بعد كده التطورات لغت كل الكلام ده بقى كل الممثلين بيعملوا فينيرز وبيعملوا تركيبات ثابته من اعلى الانواع مش بتبان خالص. طب تعالى نروح للوهم والشك واليقين. يلا بينا. وهم شك ام يقين؟ بمناسبه السبعينات والثمانينات السؤال مرتبط بكده، الاعتقاد الكاذب الراسخ في دماغ الناس انه شاف بابا في التسعينات او في 2000 راح عمل زراعه سنان او مامته كان بيروح معاهم رايح جاي يقعد بقى يا عيني يتبهدل رايح جاي قاعد رايح هو كان طفل بابا بياخده في ايده وراح لدكتور السنان رايح جاي عشان زراعه اسنان ففاكر انه قاعد في العياده بتاعت زراعه الاسنان دي مع بابا طوال مثلا 3 شهور الشتاء او 3 شهور الصيف اجازه الصيف مع بابا في العياده دي بيزرع سنه. هو لما بعد كده هيحتاج وعنده الفكره زراعه الاسنان العمليه مؤلمه كان بابا بيتضايق جدا او ماما كانت بتطلع يعني بتقعد طول الليل تعيط والالم ومش عارف ايه وتقعد تاخد مسكنات الم وفي نفس الوقت مرهقه ماديا لانه اتمنع من المصروف في الوقت ده ثالثا انه قعد فتره طويله بقول لك ضيعوا عليه سفريه اسكندريه او سفريه راس البر او جمص اياميها بقى ايه بقى ده وهم ولا شك؟ ده وهم الوهم وذكرياته دي خلاص وهم الوهم ده ذكرياته دي خلاص جدا ده زي فكره الفلاش ميموري والشريط الكاسيت يعني لا هي دلوقتي خلينا نتفق على اتفاق مهم جدا ان الزرعايه اسهل من علاج العصب مثلا اسهل من خلع الاسنان بقت بتاخد وقت اقل فعلا من علاج العصب الزرعايه بتتحط في 12 دقيقه احنا كل اللي احنا بنعمله فتحه صغيره بالليزر نحط الزرعايه في مكانها خلص الموضوع 12 دقيقة بس اهم حاجة التشخيص المظبوط بالاشعة المقطعية. الاشعة المقطعية دي هي اللي بتقسم لنا الحتة بتاعت العظم اللي انا هزرع فيها. هتقول لي العظم بتاعي طوله ارتفاعه عرضه سمكته كثافته بعده او قربه من الفيتلز يعني من الجيوب الانفية او من الاعصاب بتاعت الفك. بعد كده هحط الزراعية بامان هختار الزراعية الفلانية اللي هي مكانها الحتة الفلانية اللي هي مقاساتها مظبوطة مع الزراعية دي خلصت الزراعية دي في 12 دقيقة زي ما احنا قلنا. طيب الالم والكلام ده كله استخدامنا للليزر والتكنولوجيا الحديثة قل لنا فرصة الالم لان الليزر زي ما احنا اتفقنا قبل كده في حلقة من حلقاتنا ان هو وهو بيفتح هو بيكوي حواليه فبيقلل الدم بيقلل الالتهابات بيقلل التروما. غير كده الزراعات نفسها بتخلي بقى عندها معالجة سطح عالية جدا بتخلي العظم صعب جدا ان هو يرفض الزراعية دي او يحصل له التهابات من الزراعية دي. فاذا العملية كلها بقت سهلة جدا بقت 12 دقيقة بلا ألم. انا ممكن اخرج او اروح ان شاء الله ممكن اروح فرح بعد الزراعية دي والدنيا زي الفل. لا وهخرج ممكن اخرج من عندي في المركز بسنة بتاعته ثابتة. فالدنيا بقت اسهل كتير مفيش 3 شهور ومفيش التركيبات حلوه وكل حاجه وجميله وسريعه برضو مفيش اي مشكله فيها خالص بس يا باشا احنا سامعين ان التركيبه بتقعد فتره معينه وخلاص بتبوظ بتقع بتتكسر. وهم ولا شك ولا يقين؟ ده وهم. خلينا نتفق اتفاق في عدم الدقه في تجهيز الاسنان عدم الدقه في اختيار الحد اللي بيعمل لك التركيبه دي بوظ سمعه التركيبات بشكل كبير جدا. بيبقى عندي معمل زمان الناس اللي هي بتتعامل مع المعامل وكده اللي هي ما كانش بيتعاملوا مع المعمل بتاعهم الشخصي كان الراجل بتاع المعمل يبدا انا عندي تحضير اهو يبدا يزود يوسع التركيبه بتاعت اللي هو بيعملها عشان تخش على طول يقول لك هي دخلت سهله. بس هو بيعمل ايه؟ التوسيع ده بيعمل لي فراغات بيدخل لي اكل بيعمل لي كارثه بتدخل الدنيا. فده اللي خلى ان بعد كده التركيبات دي بتقع نتيجه السنان دي
اتفوست او نتيجه ان الفيلم او سمك اللزق اللي مستخدم هنا هو كان تخين فكسر. طيب لكن الدقه والتكنولوجيا الحديثه خلتنا ايه؟ ان احنا بنختار اساسا واحنا بنعمل التركيبه بتاعتنا سماكه اللزق بتاعتنا قد ايه؟ واحنا بنتكلم على فكره في حاجه مايكرونز يعني حاجه صغيره خالص. فكل ما اللزق الفيلم بتاع اللزق بيصغر كل ما التركيبه دي بتبقى ثابته فتره اطول. طيب الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها بقى في التركيبه، ما بقاش عندنا حاجه اسمها ان التركيبه دي اتكسرت، التركيبه دي قشرت، التركيبه دي دخل اكل، ما بقاش عندنا الكلام ده كله. عندنا دقة عالية جدا، مارجنز مقفولة اللي هي الطروف بتاعتها او الوصلات بتاعتها مقفولة تماما، مفيش حاجة بتخش، فيلم رفيع مفيش تركيبة تقع. فاحنا ما عندناش عمر للتركيبة نقول ان هي التركيبة دي اخدت 15 سنة فخلاص، لا التركيبة تفضل موجودة طالما هي معمولة كويس. انت نورتني النهارده واسعدتني، انا اتبسطت قوي من هذا اللقاء، من ان احنا فتحنا او كشفنا ستار عن بعض الخناقات البسيطه التي تحدث ما بين مريض مش دريان بمصلحته وبين دكتور دريان بمصلحه مريض. طب انتم في عالم طب الاسنان واضح ان انتم عالم التفاصيل الدقيقه، وتفاصيلكم كثيره قوي قوي قوي، اكتر من انه ان احنا نكملها او نكملها في لقاء نص ساعه، لازم نقعد نفهم الناس تفاصيل على مدار فترات طويله جدا. طيب. ودي فائده اللقاء بتاعي، بس اللي بيعجبني في قعدتي معاك في لقائي معاك ان انت تمتلك روح هذه التفاصيل، عايش مع كل تفصيله، وقادر بشخصيتك بطبيعتك المتميزه جدا ان انت تنقل لنا هذه الخناقات على التفاصيل. يعني انت حكاك جيد جدا من ناحيه ايه؟ انا احكي لك ايه اللي حصل في الخناقه؟ احكي لك احنا اتخانقنا مع مريض في ايه؟ اتخانقنا على اللثه، اتخانقنا في اللثه، ده جه قال لي شوف انت انا فاكر الكلمتين دلوقتي، اعمل لي، قلت له هظبط لك اللثه، قال لي لا اعمل لي بس انت التركيب مالكش سيبك من اللثه. صح. المعنى ده خناقه. خناقه صغيره بس على تفصيله تبدو صغيره لكن انت شايفها، واضح انه الميكروسكوب عندكم فعلا قادر على انه يبين هذه المليمترات كما لو كانت صحراء شاسعه. فدي شيء بحييك عليه. وعالم طب الاسنان عالم مثير جدا جدا، من وقت للتاني ساعات بيراودني، يعني حاليا ما دخلتش ليه طب اسنان؟ ده كان حلو. يعني كان طمع في الطب البشري، يعني هو الطب البشري حبيبنا طبعا. نورتنا واسعدتنا يا استاذ دكتور كريم مجدي، كان في الناس الحلوه، خليك دايما مع الناس الحلوه. بلاش حد يشتغلك، بلاش حد يشتغلك، ما تبقيش انت قاعده في كوافير او قاعده بس تلاقي واحده جايه لك بامبول كده هديكي حاجه صغيره، وبعدين وبعدين ثواني فضلك، انا كل يوم بنشي بعمل لها، انا جباره، انا خبيره، انت لسه تروح للدكتور ده هيخليك تدفعي قد اللي هتدفعوا لك مرتين. بنبدا نشتغل في البوتوكس في دقائق معدوده، نحقن العضلات دي بشكل جيد وسريع وفعال، المريض في خلال ايام بسيطه بيلاقي نتيجه جميله، لكن عايز طبيب متمرس. هل حب الشباب له سبب واضح حتى الان ولا برضه هو ستيل ملوش سبب واحد، هو مالتي فاكتوريال يعني عديد الاسباب. الفراكشنال ليزر هو نقله نوعيه في علاجات اثار حب الشباب تحديدا. حب الشباب ده مرض قابل للعلاج. اكثر ما يضايقك في ما يتعلق باذهان الناس بحب الشباب؟ بيعتقدوا ان هي مرحله مؤقته وهتروح بدون توابع. الدكتور احمد حسن نوح مدرس واستشاري الامراض الجلديه والتجميل كليه الطب جامعه الازهر. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا، البوتوكس التجميل عموما. التجميل يا جماعه لقوا في العصر الحديث انه التنافس في العمل، حاله ان انا كل واحد عايز يبان كويس جدا ويتفوق جدا، من اكبر دواعي لجوء الانسان الى اساليب التجميليه لاصلاح المشاكل اللي ممكن تكون متسببه في مشاكل خاصه بالديسفيجرمنت او في وشه. سعي الانسان ان هو يكون افضل، ده من حقه. غلط يا جماعه ان احنا نفكر في تفكيرات محدده. اللي هي ايه التفكيرات المحدده دي؟ ان انا اقول مش مهم الشكل، المهم الاداء،
طبعا مهم جدا الاداء، بس الشكل برضه مهم. الناس هي باصه بص للمطبوخ ما تبصش للشكل، ده معناه ان انت تروح شغلك مبهدل بقى، تقابل الناس مبهدل. البنت تقول لك المهم ان انا يحبني عشان قلبي، لا يا باشا، هيحبك عشان قلبك، ولازم يحبك عشان اذا نظر لها سرات، اذا نظر له له اذا نظرت له سرها هي كمان. انت ليه واخد الكلام بس على انه الواحد يبص للست تتبسط كده ويفرح انها جميل؟ طب ما هي من حقها كمان انها لما تبص لك انت كمان تتبسط، كخطوبه وجواز. الزبون اللي داخل يشتري منك حاجه يدخل يلاقيك شيك، يلاقيك امين، ده اساسي، يلاقيك عندك بضاعه مظبوطه، ده ما طبعا، يلاقيك بتعامله باحترام وبفهم وبعلم وبنظام، ده طبعا، لكن كمان شكلك كويس، لان ده هيسهل، ده الجزء الاسهل في القضيه. وما انا ما تصور انه الانسان اللي عنده امانه وعنده علم مش هيبخل على نفسه انه يكون شكله كويس كمان، ما لازم كده. افهموها بقى، ما تقوليش بقى انا كبرت خلاص والمهم العيال اليومين دول. طب العيال محتاجين انهم يشوفوك افضل، هو انت فرحه بنتك ان انت تشوفك شكلك اجمل او بنتك تشوف شكلك احلى وتحس ان مامتها شبابيه كده، ما فرحه كبيره جدا، بدل ما تبص لمامتها تحس انها مهمله في نفسها وخلاص بقى سايبه نفسها، لا، فرحه، الولاد لازم نفرحهم. فده كونسبت مهم جدا، لازم نغير بقى المعتقدات الغلط اللي في دماغنا دي اللي احنا بنقولها ومصدقينها، اللي هي هناخد زماننا وزمان غيرنا. يا اخي ناخد زماننا وناخد زمان غيرنا، مش هناخده، ما حدش بياخد زمان حد، بس نعيش. انا بيعجبني جدا وما زلت بقول بيعجبني جدا العملاقين فنيا وانسانيا والعبقره، يعني الاستاذ حسين فهمي والاستاذ مصطفى فهمي، بيعجبوني جدا، بالنسبه لي مثل اعلى ناس ما شاء الله ربنا مديهم طول العمر، وتشوفهم شباب مثال صارخ للاهتمام بالنفس، مثال صارخ. هم صحيح فنانين، بس برضه ما في فنانين في نفس جيلهم اهملوا في نفسهم وتواروا، وسبحان الله، يعني مهما كانت مهارته الفنيه ومهما كانت عبقريته الفنيه، طالما اهمل في نفسه هو نفسه بيهمل من خلال اعماله الفنيه برضه، ويبقى اللي مهتم بنفسه. فديت مهم قوي قوي، بتفرج على مصطفى فهمي وحسين فهمي وهم بيرقصوا في فرح او في حفله زفاف مصطفى فهمي الفنان الجميل، تفرح انت نفسك، تفرح ان في مصر الكونسبت ده دلوقتي موجود، ودول ملهمين. يعني انا بتهيألي ان الفيديو ده الهم الاذكياء بقى، في واحد بقى قرار بقى ربنا يكفينا شاطع عينه بقى يقعد يقر يا سلام، واحد غبي بقى هم يعني ناس مش صغيرين. لا يا حبيبي صغيرين، والواحد يعيش حياته زي ما هو عايز طالما ما بيضرش حد وبيعمل حاجات ما بيعملش حاجه عيب. اهتم بنفسك. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره باسم الله في هذا المجال، مبدع الحقيقه، الاستاذ الدكتور احمد نوح. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. مش كده ولا انا بغلط بقول كلام؟ لا، كلامك مظبوط فعلا. الاهتمام بالناحيه الجماليه ده يعني حتى في ديننا، يعني ان الله جميل يحب الجمال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم، يعني هو الدعوه الى الجماليه في كل شيء. في الشكل العام، في الشعر، لو عندك شعر كويس حافظ عليه سرحه كويس يعني على الاقل يعني. فبالتالي الاهتمام بمظاهر الجمال ده شيء جيد وشيء مشروع وشيء حميد، لكن بدون افراط، لان برضو احيانا بالموضوع بيبقى فيه افراط، وده دورنا ان احنا نوجه المريض للحاجه اللي تفيده، الحاجه اللي فعلا تعيد له لمسه من الحيويه والنضاره، وما تبقاش بقى يعني انه فيها افراط، لان الشيء اذا زاد عن حده برضو انقلب لضده. طيب تعالى نبدا باب الجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. طيب. أبيض أسود أم رمادي؟ البوتوكس حل سحري بسيط. كلامي صح؟ يا أبيض ولا أسود؟ أبيض. أبيض سحري فعلاً. سحري وبسيط؟ فعلا سحري وبسيط. يعني هو البوتوكس هو يعني أي زميل في المهنة أو أي طبيب جلدية ومتمرس وشاطر في عمل البوتوكس بيبقى سعيد جدا لما يلاقي مريض تنطبق عليه صفات البوتوكس، إن هو يحتاج يعمل بوتوكس ويعمل بوتوكس ويعمل بوتوكس مظبوط. حاجة سريعة في شغلها، حاجة بتظهر نتائجها في خلال أيام، وده بيوافق طبع كثير أو قطاع كبير من المرضى، إن هو يقول لك أنا عايز حاجة فعلا أحس بتأثير علي
مش حاجه على اللونج ران، لا هي حاجه فعلا سريعه، فنقدر نقول دي حاجه ماجيك، حاجه سريعه. كمان هي حاجه جميله اذا اتعملت بشكل دقيق وبشكل مناسب للمريض. يعني بتجيب نتائج جميله جدا وبسيفتي بروفايل عاليه جدا، بامان يعني تام، وفي نفس الوقت على المدى الطويل لها فوائد. رغم اننا قلنا انه اجراء بسيط لكن يحتاج الى خبره كبيره. يحتاج الى خبره. ابيض. ابيض. هو مش معنى ان اجراء بسيط ان هو سهل. هو اجراء بسيط للطبيب المحترف او المتمرس او اللي يعني شاطر جدا في عمل البوتوكس، هو اجراء بسيط بياخد دقائق، ما بياخدش يعني ساعات او غرفه عمليات او حاجه. احنا هنا شايفين فيديو جميل جدا بيبدا بيورينا العضلات المعبره للعضلات التعبيريه في الوجه، يعني دي كده بتكشر هنا اهي، فبتظهر تجاعيد معينه. كمان لو غمضنا عينينا بقوه او رفعنا حواجبنا بقوه، كل دي عضلات تعبيريه ممكن تؤدي لحدوث تجاعيد مفرطه. فالبوتوكس بيستهدف ده. بنبدا نشتغل بالبوتوكس في دقائق معدوده، نحقن العضلات دي بشكل جيد وسريع وفعال. المريض في خلال ايام بسيطه بيلاقي نتيجه جميله، لكن عايز طبيب متمرس. ده مهم، تحت ده 100 خط. حال البوتوكس بيعتمد على حالة الجلد التجاعيد مش اعتماد على العمر. يعني نقدر نقول ده رمادي، يعني احنا ممكن نحقن بوتوكس في سن مبكر، لان في بعض الناس بتبقى طبيعه تكوين وشهم او عضلات وشهم قويه جدا وبتبدا تعمل تجاعيد بسن مبكر. يعني في العشرينات تلاقي التجاعيد واضحه، فده هنستنى عليه يعني هنستنى عليه ليه؟ ده لو اتحقن بوتوكس بدري على المدى الطويل هيبقى اموره احسن جدا. لكن لو هو استنى على نفسه ما حقنش بوتوكس او كده، فعلى المدى الطويل التجاعيد دي هتتحول لتجاعيد استاتيكيه او ثابته، يعني مش هيستفاد كتير بقى وقتها على حقن البوتوكس. فبالتالي حقنه حتى في سن مبكره اذا اقتضت الحاجه فهو شيء جيد جدا. كمان حاله الجلد وقتها، هل الجلد يسمح بحقن بوتوكس او حاله العضلات يعني تسمح؟ هل المريض ده نفسه نقدر نحقن له بوتوكس ولا ما نحقنلوش بوتوكس؟ هو ده بيتوقف بقى على الطبيب اللي هو المناظر للحاله. البوتوكس الان يستخدم في شد الرقبه، الكلام صح؟ صحيح. هو الرقبه فيها بعض العضلات اللي هي البلاتيزما ماسل، فبتتحقن ففعلا بتتشد. يعني الى حد ما بتروح التجاعيد اللي هي الباند لايك دي وبتتحسن بشكل سريع وفعال. لابد من استخدام كريمات للتجاعيد بعد اجراء البوتوكس. هو يعني اجراء البوتوكس بيبقى اجراء محوري ومفصلي في حياه المريض على فكره، لان هو قبل البوتوكس بيبقى حاجه وبعد البوتوكس بيبقى حاجه ثانيه خالص. علشان محدوديه الوقت بتاع البوتوكس، هو مش هيدي لك افضليه طول العمر، هيدي فعاليه لفتره معينه. صحيح انت بعده ما بترجعش لحاله الزيرو او البيز لاين اللي كنت عليها، بتبقى الوضعيه افضل كتير حتى بعد ما يروح تاثيره، لكن هي بقى مرحله مفصليه. انت احقن بوتوكس وبعد كده اهتم بقى. يعني انا راجل بتعرض للشمس كتير او ست بتعرض بسوق عربيات كتير، فاعمل على الاقل سان بروتكشن، يعني اللي هو كريم واقي شمس. يبقى انا بعد البوتوكس هبتدي احافظ على استخدامات الكريمات الواقيه للشمس. جلدي طبيعته جافه، يبقى انا هستخدم مرطبات او مغذيات الجلد بشكل متكرر. يعني انا بعتبرها مرحله مفصليه. انت خلاص هتعمل بوتوكس، اعمل هتلاقي نتيجه حلوه قوي، بس حافظ من العوامل اللي على المدى الطويل هترجع التجاعيد تاني او تزودها. البوتوكس في يد المتمرس او في يد المتخصص المتمرس المتخصص غير في يد المدعي، صح؟ طبعا طبعا. هو في الحقيقه في ايد المتمرس هيبقى حاجه سحريه، العصايه السحريه بتاعت لكن في ايد غير المتمرس هيبقى مشكله كبيره. لان البوتوكس لو اتحقن غلط ممكن يحصل عنه مشاكل كبيره جدا احنا في غنى عنها. فبالتالي حقن البوتوكس لازم طبيب متمرس، ولازم طبيب عارف هو بيعمل ايه. كمان المنتج لازم يبقى بوتوكس، نقدر نقول بالبلدي كده بوتوكس اصلي، او بوتوكس معترف به دوليا، او بوتوكس يعني واخد الصفه الدوليه في دول كتير، واخد موافقه هيئات كتير قبل حقنه في المريض. لان للاسف في الاسواق ان احنا عندنا بوتوكس ما يسمى البوتوكس الصيني او البوتوكس كده، وبعض الناس بيبتدوا يلجأوا ليه، فممكن النتائج يبقى فيها شيء من الخلل. فالافضل اجراء البوتوكس اللي هو اللي احنا قلنا عليه المعتمد. دعنا نذهب الى الجزء الثاني، الجزء الثاني في الوهم، لا ده الجزء الثاني بقى على المتهم والجاني والبريء. نعم. جاني متهم ام بريء؟ المريض عنده تعرق بيحقن بوتوكس كل 6 شهور، ده صح؟ يعني ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا هو ده بريء.
لان في بعض الناس بيبقى عندهم فرط تعرق جدا من اللي هو من النوع اللي بنسميه نوع البرايمري او النوع الاولي اللي هو يعني ملوش سبب واضح نقدر نقول صبغه وراثيه او حاجه زي كده يعني. فهو ده ممكن يسبب له اعاقه كبيره في عمله بالذات الارم بيتس او الناس اللي تحت الابط مثلا. فده بيشتغل يقول لك مش عارف اشتغل، مش عارف البس قميص يا دكتور، مش عارف اروح الشغل. فاذا حافظ على حقن البوتوكس بانتظام بس برضه بين قوسين بوتوكس معتمد وعند طبيب متمرس وعارف يعمل ايه، لكن لو افرطنا بقى في حقن البوتوكس بشكل دوري اكتر، يعني في نفتح كل شهر، يعني بسمع الناس كده بكل شهر بيروح يحقن البوتوكس، ده يبقى فيه اعتقد مضره شويه، لانه حتى انت بتساعد جهاز المناعه بتاعك ان هو يكون اجسام مضاده للبوتوكس. فبالتالي انت التزم بالتوقيتات اللي هيحددها لك الطبيب وده افضل. من يقول لمريضه او لبنت يعني عندها 20 سنه جايه بتجاعيد عندها 20 سنه لا مش هديك بوتوكس، ده صح؟ ده متهم ولا جني ولا بريء؟ والله وعلى حسب نوع التجاعيد وعلى حسب درجتها. يعني لو هي تجاعيد بسيطه، ما هو احنا طبيعي كلنا يبقى في شيء من التجاعيد البسيطه اللي تبين ان ده غضبان وده سعيد وده فرحان وده مندهش. يعني لازم العضلات التعبيريه اذا يعني جسم صغير دي بس بص بقى هنا التجاعيد عامله ازاي في منطقه الجلابيلا او اللي هي كتير. بين الحاجبين دي صعبه قوي. فبالتالي حتى لو سنها صغير وجاب بالمنظر ده الافضل تعمله. يعني لما تعالج حاله زي دي بغض النظر عن السن انت نجحت نجاح كبير. لكن لو تجاعيد ابسط من كده او بسيطه او ابتدائيه طب هتعملها ليه؟ لا، ممكن تحافظ عليها بشكل يعني ابسط شويه زي اجراء تقشير كيميائي او ليزر فراكشنال او اللي احنا بنقول عليه الحفاظ من الشمس والكريمات المرطبه والمغذيه بشكل مستمر. هنا صوره بتبين قبل وبعد. دي يعني شوف هنا التجاعيد الديناميكيه واضحه قوي في الفرونتال اريا. دي قبل ودي بعد، دي صوره كده واضحه جدا تجاعيد قويه وتم القضاء عليها بالبوتوكس نهائيا في خلال ايام على فكره. فهو فعلا ساحر وبيجيب نتائج جميله جدا. طيب اللي جاي ده سؤال مهم أو تمام. من يعطي كمية كبيرة من البوتوكس اعتقادا أو بمعنى أصح بمبدأ يعني عبيل ودي جميلة دكتور. أو زود حبة أو تزيد المحبة وتزيد الفلوس صحيح. لا طبعا يعني برضو انا شفت والله الفيلر في الفيلر الحكايه دي دي وش مدور ده البدر. نعم نعم بدر بيد ده بدر البدور. لا ده يدخل في نطاق الاخطاء الطبيه دكتور ايمن. يعني الخطا الطبي ان انت تحقن بوتوكس زياده عن اللزوم. وحتى احنا في الجامعه بندرس يقول لك ايه الماسك فيس. بلاش تحول العيان لوجه الماسك ده، انت كده ده خطا طبي. احنا عايزين نشيل التجاعيد بس ما نجمدش حركات وشه، ما نخليهوش مجمد المشاعر، ما اعرفش اذا يجي يضحك ما يبانش عليه، يجي يزعل ما يبانش عليه. حتى كثير من الممثلين بيخافوا يعملوا بوتوكس على فكره بسبب النقطه دي، ان هو ادواره التمثيليه هيمثل ازاي ده. فبالتالي ده خطا طبي مش بكتره ما في كده يعني. بس لو هو بيضحك وهو بيكشر وهو فرحان وهو سعيد نفس المنظر هو نفس الاحساس. لا ده بقول لك لا الممثل ده بيمثل بثبات انفعالي. لا يا باشا ده ثبات بوتوكساوي. ثبات بوتوكساوي نعم. لا هو البوتوكس لازم يتحقن في الاماكن اللي فيها تجاعيد وبوحدات دليه معينه بيقدرها الطبيب وخلاص مش بكتره بقى يعني. مش البوتوكس حاجه سيمبل بروسيدر؟ مش اجراء بسيط؟ للطبيب المحترف بسيط جدا وبيتعمل في العياده يبقى اذا انا هقول بقى من يجري في صالون تجميل؟ لا ما هو احنا بنقول الطبيب المحترف. هو الطبيب لو هيفتح صالون تجميل ماشي يعني. ده جاني طبعا جاني ازاي ده حقن البوتوكس لازم يعني يكون انت عندك دراسه وافيه وشامله ويعني دراسه دقيقه لتشريح الوجه. عارف عضلات الوجه ايه؟ انت حتى لما تيجي تسال طالب الطب تقول له عضلات الوجه ايه مش هيذكرها كلها، هو هيذكر العضلات المهمه اللي فيه، لكن الوجه حتى فيه عضلات دقيقه جدا يعني دارس الطب بشكل عام مش ملم بيه. فبالتالي بقى طبيب التجميل لا بيبقى دارسها كويس جدا، عارف هو بيحقن فين، بيحقن وحدات دوليه ايه كده. لكن ان انت تحقن اي حاجه في اي حته ده طبعا خطا كبير وبيؤدي لحدوث مضاعفات للاسف الشديد بنشوفها بشكل يومي في عيادتنا.
احنا بنشوف مريض حقن بوتوكس في مكان او عند حد مش متمرس فجاي بمشاكل وجاي بمضاعفات. يعني فرونتاليس بقى فرونتاليس بقى بالظبط وقعت الدنيا باكسينيتور بالظبط يعني تمام عضله انتم عارفين هي طالعه منين وازاي والاكشن بتاعها ايه لكن مش اي حانف اي نقط وخلاص. الموضوع مش سهل قوي. تعال نروح للجزء الثالث بقى الجزء اللي فيه حوار مهم قوي لانه البوتوكس عليه اوهام كتيرة او في الوهم صحيح. الشك واليقين صحيح وهم شك ام يقين دايما دايما القرب من البوتوكس دايما نعم. القرب من البوتوكس علميا ونشرعه علميا يخوف يعني بقول لك انه البوتوكس هو عبارة عن نوع من البكتيريا تعمل على شلل الاعضاء صحيح. وده يؤدي الى وجود تجاعيد كلام صح؟ الكلام صحيح هو بس الكلام يخض هو البوتوكس احد انواع السموم وهو طبعا ده احنا هندخل الكلام الكبير محدش يعمل بوتوكس تاني هو البوتوكس يعني ده اسم براند تجاري لكن هو المادة الفعالة اللي هي البوتولينيوم توكسن او سم البوتولينيوم بالعربي وده بتفرزه بكتيريا والبكتيريا دي بتعيش في مجال لا هوائي يعني هي بتعيش في الاغذية الفاسدة لو كان فود كده وفاسد وبتاع ويجي الضحية ياكل الاكل الفاسد ده فيبدأ يتوفى نتيجة توقف عضلات التنفس او شلل في عضلات التنفس فبالتالي يموت ومن هنا تم اكتشاف بقى الفكرة طب ما احنا ممكن ناخد السم ده ونعايره طبيا بعيارات طبية او بوحدات دولية ونخففه ونحقنه في العضلات اللي احنا مش عايزين ان هي تشتغل او نوقف عملها شوية فبالتالي التركيز منخفض جدا التركيز منخفض جدا جدا وبتركيز طبي فمن هنا جت الفكرة واستخدامه في التجميل على فكرة هو استخدام متأخر نوعا ما هما بدأوا يستخدموه في الامراض العصبية الناس اللي هي رقبتها مثلا فيها تورتيكولز او شد عضلي في البتاع يحقنوه وقمت فك رقبته الحول مثلا او السكوينت في العين يحقن البوتوكس جوه عضلات العين فبالتالي يبدا العين يرجع لوضعها الطبيعي كانوا بيحقنوه جماعه زمايلنا مخ الاعصاب في امراض معينه والمسالك برضو في المثانه العصبيه البلس بولس بيحقنوه عشان يفكوا تشنجات عضليه معينه ويساعدوا الفيزيوثيرابيست او اللي هو بتاع العلاج الطبيعي طبيب العلاج الطبيعي ان هو يبدا يعمل تمارين شد العضلات فكل ده استخدامات للبوتوكس وبعدين اخيرا بقى التجميل يعني ان احنا نبدا نوقف العضلات القويه اللي عماله تكرمش الجلد عمال على بطال وتدي نتيجه جميله البوتوكس دائم هناك بوتوكس دائم الان يعني لا ما فيش وهم طبعا بس هو في نقطه حابين برضو يعني ان احنا نوضحها شويه للساده المشاهدين ان هو البوتوكس انت قبل ما تعمل بوتوكس غير بعد ما تعمل بوتوكس برضو يعني هو صحيح نتائجه غير دائمه وبتبقى في الماكسيمم افكت بتاعها شهور بسيطه ممكن نقول 6 شهور 8 شهور في اغلب او في احسن الظروف لكن بعد زوال التاثير بتاعه انت مش هترجع للوضع الزيرو بتاعك او البيز لاين اللي انت كنت عليه انت هتبقى في وضعيه افضل كتير لكن ان انا احن بوتوكس مره طول عمري او مره في حياتي برضو ده غير قائم يعني مفيش كده هناك اثار جانبيه للبوتوكس منها التورم كدمات احيانا زرقان دي بتبقى بنسميها اثار جانبيه عابره او تريفيال ان الطبيب هو انت عارف البوتوكس حضرتك ده حقن بسرنجات انسولين او بسرنجات صغيره جدا فوارد ان يحصل عندها كدمات بعد الحقن او المريض يحصل شويه كدمات بسيطه فدي حاجه بسيطه عابره لكن الاثار الجانبيه الثانيه اللي هي بتاتي من عدم الاحتراف في الحقن او عدم الخبره او ان انا حقنت في مكان او يعني مع حضرتك لسه قايلين من شويه عند كوافير مثلا وده بيحصل للاسف الشديد ما في ناس بتحقن في كوافيرات او صالونات وفي بيوت ده طبعا دي مصيبه وكارثه وعد تعمل سالون بوتوكس زي ما حواني من المنطقه والله العظيم كارثه يعملوا جروب على الواتساب بقى يسموه بالظبط جروب هوانم البوتوكس هوانم البوتوكس لا يعني يسموا كده والله ويروحوا مشكله كبيره انت حقنت بوتوكس غلط دي مشكله كبيره وعلاجها للاسف برضو مش قوي وفعال يعني البوتوكس هو هيقعد جوه الجسم هيقعد جوه الجسم الفتره بتاعته فلو حقنا وحصل مشاكل فعلاج المشاكل ده مش سهل لكن من الاول احقن صح احقن عند دكتور متمرس انت في امان السؤال اللي جاي مهم جدا اختلف انواع البوتوكس عن بعضها في انواع
في انواع، هو زي ما قلنا البوتوكس ده براند تجاري لحاجه واحده يعني، لكن في انواع تانية بتبقى مرادفه ليه في القوه بس بتركيزات مختلفه برضه. يعني دي بقى بترجع للطبيب نفسه ان هو بيبدا يوازن فروقات الوحدات الدوليه بين النوع ده والنوع ده والنوع ده، لكن في المجمل وفي الاخير ان هم بيادوا تقريبا نفس الافكت او نفس التاثير، لكن في اختلافات. بعد البوتوكس لا ينبغي النوم على الوجه ولا التدخين. صحيح، هو احنا لما بنحقن بوتوكس بنقول للمريض حاول ان انت ما تنامش اللي هو النوم الفلات ده عدد من الساعات، 5 أو 6 ساعات أو 8 ساعات حتى، نقول له خليك كده في القاعد او في اللي هو 45 درجة سيمي سيتنج. لكن ان انت تنام ده غلط، لحسن البوتوكس يهرب من اماكن حقنها. يعني انت حقنت مثلا هنا وهنا وهنا، ممكن نمت او نمت في وضعيه غلط يروح لاماكن احنا مش قصدينها طبيا. فبالتالي اليوم اللي هيحن فيه البوتوكس بيبقى عارف ان انا لا هحن بدري علشان ما نامش، اقعد 5 ساعات أو 6 ساعات قبل ما انام. التدخين بقى احنا ما بننصحش باي اجراء تجميلي لمدخنين في الحقيقه، لان الفاسكوليتشر او البلات سبلاي اللي الفيس عنده بيختلف مع التدخين. حضرتك عارف ان النيكوتين ده فازو كونستريكتور، فبالتالي هو بيضيق الاوعيه الدمويه واصله للانسجه. فده مش مريض مثالي للاجراءات التجميليه، يعني توقع كل شيء معاه ممكن ما يبقاش يدي نفس الفاعليه للمريض الغير مدخن. فانا بنصح اي حد طبعا التدخين، اقلع عن التدخين يا اخي ده يعني كله اضرار، بس كمان مع الاجراءات التجميليه هيضعف من تاثيرها بشكل عام سواء بوتوكس او غيره او حتى ليزر. فانت مدخن ما تتوقعش ان التدخلات التجميليه دي هتعمل الايفكت اللي انت عايزه يعني. البوتوكس الان يستخدم كمان للابتسامه اللثويه. فعلا، وده من الاستخدامات الشهيره، يعني في بعض البيشنتس او المرضى اللي هو بيبتسم بتلاقي عضله الشفه قويه فبتبان جزء كبير من اللثه، فبيسموها الابتسامه اللثويه. دور البوتوكس ان هو يحقن العضلات دي فيبدا يعمل فيها بعض من الخمول، فالمريض لما يجي يبتسم ما تبانش اللثه، وده حل سحري وجيد جدا. البوتوكس الان في منه انواع بتسيء، يعني في انواع من البوتوليوم توكسيد تودي في 60 داهيه. في 60 داهيه فعلا. في انواع للاسف غير معتمده اللي احنا قلنا عليها في بدايه الحلقه، يعني الغير معتمد ده مش هنستخدمه خالص لانه هو زي ما قلنا غير معتمد، ما انتش عارف الوحدات بتاعته مظبوط قوي ممكن تودي العيان لفين. فبالتالي انت هتحقن وانت ورزقك على الله، فده خطا كبير. لكن اما نحقن بالحاجه المعتمده او الستاندرايزد كده احنا في امان الى حد كبير. حقن خاطئه من البوتوكس قد تجعل العيان يبدو كالقرصان الشرير. صحيح القرصان. يعني طبعا احنا لو حقنا عند حد غير متمرس نرجع لنفس النقطه المحوريه، يحصل توزس في ناحيه، حاجب يترفع في ناحيه، ممكن يحصل موفيستو ساين دي يعني اللي هي موفيستو ساين دي. بص هو حقن هنا بقوه قوي وساب العضلات دي شغاله، فده كده اتشد كده، فتخيل منظر منظر شيطاني منظر الاشكي في المخيف. فبالتالي دي كلها اخطاء في طريقه الحق لغير متمرس. المتمرس قوي ما بيعملش ده خالص، بيطلع بمريضه لبر الامان، يخلي شكله جميل جدا، شكله طبيعي نوعا ما، ما فيش الموفيستو عين والحاجات دي. مره مريضه جات لي، مريضه معالجه من السكر، لقيتها بتصل بيا بانهيار عصبي. بانهيار دكتور الحقني انا عايز اجي لك بكره، كان يوم اجازه كمان يعني. اتفضل تعالى. جت يا ابنها، انا عملت كارثه. ايه يا بنتي عملت ايه؟ حقنت بوتوكس. كويس، طب ايه المشكله يعني؟ قالت لي حاسه باحساس الم رهيب في فروه الراس كلها وبتاع، ودماغي حاسه انها مشدوده جدا، وعضلاتي فعلا بحسس ان انا حاسس ان حواجبها يعني خلاص طالعه على الفور هيد، يعني طالعه هنا في حته ثانيه حضرتك. يعني الحواجب انا شايف العين فوق. ما ده خطا. قلت لها ايه؟ لا ده اقول لك انا بقى. جات واحده من مكان مره مصر. عارف الناس اللي بره مصر بيتكلموا بقى لهجه مش مصريه. فبيبقوا اتراكتيف للستات دول. فبتقول لي جت وخدت غرفه في فندق ولمت شل كده معينه متعودين يتلموا، وعملت يوم اوبن داي، مش عارف اللي بيسميها ايه، بيسموها اوبن داي باين حاجه كده. اوبن داي طول اليوم بوتوكس بقى وفيلر وبتاع. بوتوكس وكده. لا طبعا ده حد غير متمرس وحقن بطريقه غلط جدا في فندق
وفي فندق. طب ده قمه الخطا برضه، انت بتحقن في مكان غير طبي يعني. لا انت ما تحقن لازم تحقن في عياده عند طبيب، حتى لو حصل اي مضاعفات لا قدر الله ترجع لطبيبك، يبقى هو اقدر الناس على حل المشكله. لكن ان انا احقن عند حد غير متمرد دي قمه المشكله صراحه، مهزله كبيره يعني. ما هي لا هي دي اتشدت قوي فوق، قالت لي صاحبتي بقى فاتحه عين وتعين لا قلت لها طب كويس، وبقيت قالت لي لازم اتنوع بقى في المشاكل. هتلاقي هيتكلموا بقى ويشوفوا بالظبط، هيشوفوا يبعتوا صورهم على الجروب انت نورتنا النهارده، الله يخليك دكتور ايمن، استمتعنا بهذا اللقاء الممتع جدا مع ضيف العزيز الخيم العلمي المتميز الاستاذ الدكتور احمد نوح في واحده من ادق المواضيع. يا جماعه البوتوكس برضه زيه زي قبل كده، احنا في يوم الشعر ما خدنا يوم الشعر، بلاش حد يشتغلك، بلاش حد يشتغلك، ما تبقيش انت قاعده في كوافير او قاعده تبص لها واحده جايه لك بامبول كده هديكي حاجه صغيره، وبعدين وبعدين ثواني فريدليك انا ده انا كل يوم بنشي بعمل لها، انا جباره انا خبيره، انت لسه تروح للدكتور ده هيدفع لك، هيخليك تدفعي قد اللي هتدفع هدفعوا لك مرتين، ومحدش عارف طبعا اللي هي هتاخده قد ايه والدكتور بياخد قد ايه، محدش عارف حاجه، يمكن هي اللي بتاخد مرتين. وتسلمي نفسك وشك، وطبعا في لحظه زي ما بيقولوا نوع من في ساعات ستات ليهم ايه حصل لهم نوع من السرحان، فقد السيطره على النفس، ترك النفس لمن لا يستطيع. سامع الودان يا بيه عباره عن السحر والله من غير ذنب، والله من غير ذنب، هي مجرد ما تقول لها كده تقول لها يلا اوكي تروح جايه الوليه مدياها حقنتين ويكون الثمن غالي. فعلا فعلا تبقى مشكله كبيره قوي. ما تستسلميش، نورتنا الله يخليك، تسلمي يا دكتور، ما تسيبيش نفسك لحد مش مسؤول مش طبي، روح لدكتور ارجوكي. نورت يا دكتور، شكرا شكرا، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الأشعة المقطعية أو الدكتور اللي يقول لك إحنا هزرع لك من غير أشعة مقطعية، ده كلام خاطئ مليون في المية. قعدت تعمل في أسنانها سنة. أوف. رايحة جاية، رايحة جاية. ليه سنة؟ اخترت مكان غلط. أنت سكرك متظبط فأنت هيتعمل لك زراعة وهتبقى ناجحة وممتازة، لكن واحد تاني سكره مش مظبوط، هو جسمه بينهار مش سنانه بس اللي بتنهار أو زرعاته اللي مش هينفع نعملها. علاج الجذور بجهاز الروتري، ده جهاز متطور جدا، بنقدر ناخد دي قياسات للجذور ديت وممكن نخلص حشو العصب في جلسه واحده وبدون الم. التركيبات المتحركه في المطلق هي كارثه. تصميم الابتسامه ده علم، وعلم دقيق وعايز خطوات كبيرة أو عديدة عشان أوصل للابتسامة الجاية. التشخيص الصحيح يعني خطة علاجية مظبوطة. الدكتور كريم مدحت استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اهلا بكم. تخوف اي انسان في التعامل مع اسنانه بيكون التخوف من اكتر من نقطه، طبعا الالم ده تخوف مشهور قوي من زمان يعني، لكن التخوف الثاني هو الناتشراليتي الطبيعي. واحد نقول له مثلا احنا عايزين السنه المكسوره دي نشيلها ونركب بدلها سنه، نزرع بدلها سنه، يقول لك لا مش اسنان طبيعي، في وسط اسناني هداني ان انا زرع حاجه. فكر غلط صحيح، بس في ناس بتفكر كده. في واحد تيجي تقول له طب احنا دلوقتي لون سنانك مش حلو، شكلها مش حلو، ما تيجي نعمل لك قشره تجميليه، يقول لك بس هتبان مش طبيعيه، انا مش عارف مين صاحبي او قريبي عمل وكل ما ابص له كده انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه في وشه، وان في حاجه مش مظبوطه في بقه، وانه مش طبيعي، انا مش عايز كده. وخصوصا الاجيال اللي فوق سن ال 50 سنه، يعني ما بعد ال 50 45 50 بيقلق قوي من انه يبان عامل حاجه مش طبيعيه، بيقلق جدا. وبعض المهن يعني مثلا سياسيين اللي بيشتغلوا في السياسه، اللي بيشتغل في الطب، اساتذه الجامعات، الموظفين الكبار، الناس بتوع السلك الدبلوماسي، كل دول يقلقوا جدا لو بان انهم بيعملوا حاجه او عاملين حاجه تبدو مصطنعه. هذا القلق انا بحكم، هذا القلق له ما يبرره. والفارق ضئيل بين التجميل، بين تجميل الاسنان او الجمال، وبين الاصطناع، بين الارتفيشال، بين الحاجه الفيك. كلمه رخمه قوي
قوي وبقت في زماننا كتير قوي. النهارده ضيفي العزيز هيكون ده اول حواري معه، الاسم المتميز واليد الماهره والحضور الجاي الرائع والمتميز للغايه، الاستاذ دكتور كريم مدحت. دكتور كريم منورني. اهلا وسهلا بحضرتك. والله منور ناس حلو. بنور حضرتك دايما. طيب انا بدات اتكلم على التخوف ده قبل ما ادخل في الحوار التقليدي بتاعنا. التخوف ده منطقي ولا بيزعجك؟ هو مزعج بس هو برضه مبرر. ما هو دلوقتي المريض او الحاله اللي جايه لنا عايزه تعمل سنانها، وفي نفس الوقت عايز يبان مثلا، تعالى نتكلم عن حاله سنه في وسط مجموعه اسنان مرصوصه ولتكن سنه اماميه واجهه، هو عايز يعملها وعايز يجملها او فيها كسر بسيط، عايز يجملها وعايز يوصل بيها للمنظر الطبيعي. يعني ايه منظر طبيعي؟ يعني ما اقدرش افرقها عن بقيه السنان. حقه يتخوف من كده؟ اه طبعا حقه يتخوف من كده، لكن طبعا عندنا دلوقتي التكنولوجيا وعندنا دلوقتي حاجات كتير سهلت علينا الموضوع ده وخلت، والماتيريالز كمان، الماتيريالز اللي بنستخدمها دلوقتي، زمان كنا بنستخدم ما عندناش العدسات، ما عندناش هو الطرابيش البورسلين اللي هي فيها المعدن وبس فقط لا غير، عمرنا ما تدينا المنظر الطبيعي. بنقرب بالماتيريالز بتاعتنا وبالتقنيات بتاعتنا، التقنيات بتاعتنا ان احنا نوصل السنه اللي هنعملها دي لاكتر منظر طبيعي ربنا خلقه طبعا. عظيم. تعال نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الميزه دلوقتي في تجميل وعلاج الاسنان التعدد، اللي هو انت عندك زي ما يقولوا منيو، قائمه، واختار يا باشا، اختار اللي انت عايزه. الكلام ده تعدد الاختيار، يعني ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض طبعا. ما هو خلينا الاول نتفق ان لكل مقام مقال. يعني ايه؟ يعني على حسب الحالة اللي موجودة عندنا. دلوقتي عندي أسنان مرصوصة وما فيهاش كسور وما فيهاش مشاكل، بس لونها غامق شوية، عايزينه يبقى فاتح، شوية تبيض نوصل بيه للمرحلة دي وخلاص كده جملنا الأسنان بتاعتنا. طيب أسنان عندنا فيها كسور أو فيها مشاكل عموما، تسوسات، حاجات العصب بتاعها مكشوف، بنعالج الكلام ده كله، بعد كده نبدا نجملها على حسب، محتاجين تركيبات ثابته، لو سن راكبه فوق بعضيها جامد قوي، او سن مثلا راجعه لورا قوي بنقدر ان احنا نحضرها بطريقه معينه نقدمها لقدام، سنه فيها كسر صغير خالص بنقدر نحط لها قشور تجميليه، سنان كويسه حالتها كويسه بس مش مرصوصه في مكانها ممكن نعمل لها تقويم نظبطها في مكانها ونرصها من اول وجديد، لكل مقام مقال. السؤال اللي جاي ده مهم قوي برضه. زراعه الاسنان اصبحت تنتمي الى عالم جديد اسمه عالم علم التناسق. يراعى فيها الاشياء الاتيه، علم التناسق ده، اطوال الابعاد، اكيد الالوان، اكيد طبعا. ده عشان نوصل في الاخر الى انه علم الزراعه يخليه السنه تطلع شبه الاسنان الطبيعيه. طبعا ابيض. ابيض جدا طبعا. بس اشرح لي يعني ايه علم التناسق؟ علم التناسق، علم التناسق ان انا دلوقتي عندي مشاكل او اماكن فاضيه في 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 في, في البق، تمام؟ عايز اوصل بالمكان ده ان انا اعوضه باسنان، اعوض الاسنان المفقوده دي باسنان طبيعيه تظهر للي قدامي بان هي لا هي ربنا خلقها. ده يخلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا جدا جدا، جهاز السي تي او الاشعه المقطعيه، وازاي نقدر نربطه بجهاز مهم تاني طبعا اللي هو جهاز السيرك. بنربطهم ببعضهم لدرجه ان دلوقتي بيوصل لمرحله ان جهاز السيرك بيقول لي، والسي تي طبعا الاثنين مع بعض بيقول لي حط الزراعيه بتاعتك في المكان ده، في اكتر من مكان طبعا مع مراعاه وجود عظم في المكان ده او لا، تمام؟ بيقول لي حط الزراعيه بتاعتك في المكان ده عشان لما نيجي نركب عليها الاسنان بتاعتنا تديني اكتر منظر طبيعي. ده اسمه التناسق، ان احنا مالينا المكان الفاضي ده باسنان بس في مكانها الصحيحه بابعادها الصحيحه، اداني في الاخر شكل طبيعي جدا جدا جدا. زراعه الاسنان تمنع ضمور العظم في المكان المزروع. ده حقيقي جدا. ابيض جدا طبعا طبعا. دلوقتي عندنا مشكله رهيبه يا دكتور ايمن. ايه هي؟ احنا دلوقتي بنخلع السنه بتاعتنا، تمام؟ مع الوقت بيبدا العظم ده يكش وبالتالي اللثه بتاعتنا تكش. افضل حل للكلام ده كله عشان نتفادى زي ما احنا شايفين الفيديو اهو قدامنا، خلعنا السنه بتاعتنا تمام تماما، شلناها من مكانها، هنلاقي بمرور الوقت العظم بتاعنا ده بعد ما الجرح بيقفل بيبدا يكش ويتغير الابعاد بتاعته. دي مشكله قدام، وزي ما شفنا زي ما احنا شايفين الجيوب الانفيه برضو بدات انها تنزل لتحت، ده بالنسبه لسنه فوق، تمام؟ لو احنا عايزين نتفادى المشكله دي قدام يفضل طبعا احسن حاجه، احسن حل ممكن عشان نتفادى المشكله دي ان احنا نخلع السنه نزرع مكانها على طول. الزراعه دي بتحفز ان العظم يملى الجرح بتاعنا ده طبعا، وبنحافظ على مستوى العظم في المكان ده وبالتالي بنحافظ على الاسنان اللي حواليها طبعا.
لابد من اجراء اشعه مقطعيه قبل زراعه الاسنان عشان نطمن على التئام الفك مع الغرسه. اكيد طبعا مليون في المية. الاشعة المقطعية او الدكتور اللي يقول لك احنا هزرع لك من غير اشعة مقطعية ده كلام خاطئ مليون في المية. الاشعة المقطعية دي عبارة عن ايه زي ما احنا شايفين؟ الاشعة المقطعية دي بتجيب لي هي عينية جوه الفك او جوه العظم بتاع الفك، تمام؟ بتجيب لي ابعاده، بتجيب لي طوله قد ايه، ارتفاع يعني العظم قد ايه، قربه او بعده من عصب او من جيب انفي، بتقول لي سماكة العظم هنا قد ايه، كثافته وجودته في ان انا احط فيه زرعه واضمن نجاحها ان شاء الله بنسبه كبيره طبعا. فلا طبعا من غير اشعه مقطعيه مفيش زراعه. سؤالي جاي ده سؤالي المفضل، بس احب اسال على الليزر قوي. الليزر جزء دلوقتي من عمليه الزراعه والتركيبات، الكلام ده صح؟ ابيض ولا اسود؟ 100% ابيض 100% اه طبعا. الليزر في الزراعه والتركيبات؟ اه طبعا. ازاي بقى احكي لي؟ الليزر هو خطوه قبل الزراعه وقبل التركيبات او خطوه مكمله ليهم. يعني مثلا في حاله زي اللي احنا شايفينها في الفيديو دي قدامنا، تمام؟ كنا الاول حل زي دوت هو جراحه مشرط، نفتح اللسه وبعدين بعد ما نحط الزرعه بتاعتنا نخيط. دلوقتي لا، الليزر بكل بساطه عمل لي فتحه صغيره جدا مكان الزرعه اللي انا هحطها زي ما احنا شايفينه اهو دلوقتي بدون الم. طبعا هو بيقطعه وبيكوي في نفس المكان، فمفيش نزيف، مفيش الم، مفيش الكلام ده. مجرد بحط الزراعيه بتاعتي وخلاص. ده بالنسبه لقصه الليزر مع الزراعه، هو خطوه مهمه جدا جدا، سهلت على المريض او خففت عنه الم ومعاناه. تمام، ده رقم واحد. بالنسبه للليزر في التركيبات، احنا ممكن ساعات يجي لنا حالات هو مشكله عنده مش سنان بس، هي لسه واسنان، تمام؟ زي هنا مثلا عندنا مشاكل في اللسه جامده، طبعا بعد ما عالجنا التهابات اللسه والكلام ده احتاجنا نرسم اللسه بتاعتنا من اول وجديد. رسمنا اللسه بتاعتنا من اول وجديد وبعدين عملنا التركيبات بتاعتنا او القشور او ايا كان طريقه العلاج بتاعتنا. فلا طبعا هو خطوه مهمه قبل ده. حاله زي دي عندنا هنا جامي سمايل اللي هي الضحكه اللثويه، هو مشكله ان هو مش الفراغات او حجم الاسنان او الكلام ده كله، لا ده كمان داخل معاها اللسه، اللسه بتاعتنا جزء كبير منها بيبان في الضحكه. عالجناها ازاي؟ رسمنا اللسه من اول وجديد زي ما هو باين في الصوره اللي فوق، تمام؟ وبعدين عملنا العدسات بتاعتنا على الكلام ده كله، قفلنا بيها الفراغات وعدلنا بيها شكل السنان وحصلنا بيها على ابتسامه مثاليه طبيعيه طبعا. تعالى بقى للجزء الثاني اللي هو بقى الطيب والشرس، الطيب والشرس المتهم والجاني والقبيح، والقبيح المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال ده سؤال قاسي شويه، لازم نقف قدام كلمه قاسي دي كتير يعني، ده لو بيحصل تبقى نصيبه سوداء. من يقول لمريضه المصاب بالمرض السكر انه ما ينفعش اعمل لك جراحه، ما ينفعش اعمل لك زراعه؟ ده جاني، انا شايفه جاني. هو جاني اكيد طبعا. آه. طبعا جاني. جاني، واحنا عندنا في الطب حاجه اسمها العنصريه الطبيه. تمام. ايه العنصريه الطبيه؟ ان انا اتعامل مع مريض فيروس سي او اتعامل مع مريض السكر بشكل من التحفظ وبشكل من يعني الخوف، وبين لهم ده ويحسوا بكده، واتعامل واحاول ان انا زي ما بيقولوا يعني اطفشهم بالطريقه، بس بطريقه غلط. ده عنصريه يعاقب عليها القانون في دول اوروبيه، يعني الدول الاوروبيه في انجلترا اقسم بالله ده بيعاقب معاقبه رهيبه قد تصل لمرحله الشرطه. اخلاقيات مهنه يا دكتور. اخلاقيات دي اخلاقيات. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط طبعا. سواء المريض سكر او مريض فيروس او ايا كان، فلا طبعا لازم ياخد الرعايه الطبيه اللي هو محتاجها وياخد الخدمه اللي هو محتاجها واللي هو جاي عشانها. طب ومهارتك انت كدكتور تحمي نفسك. طبعًا. انت مهارتك في ايه؟ ما انت مهارتك ان انت تحمي نفسك. ده حقيقي فعلا. تحمي نفسك من الانفكشن، وهو بقى يتظبط سكر كمان، لازم يتظبط السكر بس مش همنع عنه علم ولا همنع عنه علاج. تمام. بس هو السكر لما بيجي لك بقى، لا طبعا ما اقدرش اقول ان هو، ما اقدرش انفي تماما ان هو لا مش هينفع يتعمل لك زراعه. بس خلينا نقول ان هي انت سكرك متظبط فانت هيتعمل لك زراعه وهتبقى ناجحه وممتازه، لكن واحد تاني سكره مش مظبوط، هو جسمه بينهار مش سنانه بس اللي بتنهار او زرعاته اللي مش هينفع نعملها. حاجه زي دي هي بدات تفقد اسنانها بصوره مستمره بسبب التهابات لسه كتير، وبسبب ان هي طبعا مريضه سكر، فطبعا متكرر عندها موضوع التهابات اللسه ده وتاكل العظام والكلام ده كله. طبعا سكرها متظبط، عملنا لها التحاليل بتاعتها وتاكدنا على فترات وتاكدنا ان هي مظبطه سكرها. لا طبعا اقدر اعمل لها زرعات وهتبقى ناجحه معاها جدا جدا جدا، وزي ما حضرتك شايف اتحولت من الحاله دي لحاله ثانيه خالص. الدكتور اللي بيقول ان الزراعه عمرها الافتراضي مدى الحياه، ده بريء؟ شايفه بريء. بريء جدا. انا شايفه بريء. يعني هو محتاج ان هو يقول يدافع عن الحكايه دي.
محتاج طبعا يبقى فيها. بص يا دكتور احنا خلينا نبقى متفقين على حاجه، الحاجه اتعملت صح على اسس علميه سليمه وبطريقه مظبوطه، وطبعا ما ننكرش عامل الخبره في الموضوع، بس برضه على اسس علميه صحيحه ودراسه مظبوطه واشعه مقطعيه طبعا، ولا عمرها هتحصل لها اي مشاكل. طبعا مع المريض برضه يحافظ على اسنانه، السنان اللي ربنا خلقها بيحصل فيها مشاكل لما ما بنحافظش عليها، وبرضه الزراعه نفسها نفس السنان لازم نحافظ عليها. من يقوم بتركيب الاسنان دون لمس الاسنان او الالفينير اسف دون لمس الاسنان او تحضيرها، يعني اللي هو نون بريبريشن؟ لا طبعا ما ينفعش. على فكره دي موجوده على الفيسبوك. لا طبعا ما ينفعش. شوف الاعلان، حاجات تجاريه يا دكتور ايمن. حاجات تجاريه، الكلام ده كله حاجات تجاريه، لكن علميا لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. لا طبعا جاني. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. شوف على الفيسبوك موجود الكلام ده. طبعا بشوف الحاجات دي، دعايه وشركات، هو عايز ما يخوفش المريض بتاعه. لكن طبعا لا، لازم يفتح دي. هنا مثلا حاله زي دي، الحاله لو هنبص فوق على الاسنان اللي فوق ديت بالذات في السنتين لما بين القواطع، هتلاقي في مسافه ما بين الفينيرز اللي متركبه دي. حاله على فكره بالمناسبه كانت عامله فينيرز قبل كده، فوق دي كانت حاله متركب لها فينيرز، متركب لها فينيرز النو بريب اللي حضرتك بتتكلم عنها. تمام. عملت مشاكل ايه؟ طبعا غيرنا في ابعاد السنه، الكونتور بتاع السنه، الكونتورنج اللي هو الابعاد بتاع السنه. تمام. النتيجه التهابات في اللثه، واللثه كشت بالمنظر ده، واكيد العظمه من تحتها كش بالمنظر ده. بعد ما عالجنا مشاكل اللثه ديت وحطينا فينير بطريقه مظبوطه، عملنا تحضير بطريقه مظبوطه، قدرنا طبعا ان احنا نلاقي منظر طبيعي، لون طبيعي ومنظر طبيعي وشكل طبيعي بدون مشاكل. السؤال اللي جاي ده مهم برضه، من يتعامل مع الاسنان بتجميل بالفينير مثلا تمام بدون ان يهتم بمشاكل اللثه؟ طبعا جاني جدا. طبعا جاني جدا. اشمعنى ده اللي قلت عليه جاني جدا؟ متحمس عليه. ما هو اصل دي مشكلتنا، او دي الحاجات اللي بشوفها كتير. يعني دي الكوارث اللي انا بشوفها كتير. ما هو دلوقتي زي ما احنا اتفقنا، التجميل او الفينير، احنا بنعمل الفينير لعلاج مشاكل معينه او لتجميل. واحنا اتفقنا زي ما قلنا من قبل كده ان هي التجميل ده نتيجه بنوصل لها، او تحصيل حاصل بنوصل له في الاخر لما بنعالج المشاكل. بس طب مشاكل اللثه يعني التهابات، يعني بكتيريا، يعني لثه بتكش وعظم بتكش، يعني الجذور هتبان، يعني مشاكل ثانيه هتظهر لي مهما عملت فينير او مش فينير. لا طبعا المشكله الاساسيه موجوده عندي. حاله زي دي عندنا مشاكل في اللثه، فيها كان عندها ضحكه لثويه. تمام. بدانا نرسم اللثه من اول وجديد، وبعد كده ركبنا لها العدسات، كان في طبعا شويه التهابات، عملنا لها تنظيف قبلها، يتعمل لها تنظيف قبلها وحاجات زي كده، بنعالج اللثه ونطمن اللثه بتاعتنا مظبوطه و100%. بعد كده نركب العدسات بتاعتنا. زي ما قلنا التجميل ده مرحله اخيره بنوصل لها لما بنعالج المشاكل. فيلم سلام انا لك، هو فيلمين اهو، انا لك الفيلم الاولاني ده. ايه المتحولون ده بقى؟ إيه مين المتحولون في طب الاسنان؟ المتحولون انا بالنسبه لي المتحولون حاله ترانسفورمر، مشاكل كتيره جدا 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 في اسنان، تسوسات ولا جذور واماكن فاضيه وي 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 والكلام ده كله، وتحول لحاله ثانيه خالص. حريف بقى، مين الحريف؟ الحريف الحريف هو كذا واحد من حريفه كتير. طبعا. طبعا يعني واحد بس حريف، واحد المره دي مين الحريف؟ تمام. الحريف اللي يجي له مريض لف على مجموعه دكاتره قالوا له لا احنا مش هنزرع لك في المكان ده عشان انت عندك الجيوب الانفيه هنا نازله قوي وما عندناش كميه عظم كفايه. لا، الحريف ده اللي ما يقولوش لا، ما يقولوش زيه، يقول يا باشا تعالى نزرع لك عظم في المكان ده ونحط لك الزراعه بتاعتك وهتنجح وهتبقى زي الفل. ده هو يعرف يعمل ده كده. احد الحريف هو طبعا ويعرف يعمل كده. طبعا مش يقول بس، لا لا لا، يقول ويعمل طبعا. طبعا يا دكتور. تعال نشوف بقى مجال الاسنان، فيه اوهام كتير الحقيقه يا جماعه، والاوهام قديمه وجديده واوهام مخلقه. يعني الاوهام القديمه مشهوره، هتقعد عند دكتور السنان فترات طويله، هتتالم وهتتعذب وبتاع، ممكن يجي لك التهاب او عدوى. دي اوهام قديمه كلاسيكيه في المجتمع من زمان. اوهام جديده بقى، لا، ما انت لما هتعملي اسنانك ممكن قوي تبان سنانك كانك ليكي ضب، كانها فيها بروز، هتجمليها وتحطي تجميل فينير هتبرز اكتر، فبقك هيبقى بضبك اكتر. ضبك كلمه صعبه قوي، مخيفه مخيفه، بس اكيد دي احد الاوهام الاساسيه، الوهم والشك واليقين. وشك أم يقين؟ تعويض الأسنان المفقودة بالزراعة بيستغرق فترة زمنية طويلة، أكثر من 6 شهور، 7 شهور، 9 شهور، سنة ونص. وهم طبعا. سنة ونص، 10 سنين. أنا أعرف، أنا هقول لك على حاجة. أنا ليا يعني صديقة لطيفة جدا، هي أكيد بتتفرج، قعدت تعمل في أسنانها سنة.
اوف رايحة جاية رايحة جاية رايحة معها. اخترت مكان غلط. ما انا قلت لها يا بنتي انت سنة ليه؟ عشان الرقم ده مش موجود سنة بكل المقاييس ايا كانت المشاكل. ما خلصتش اللي هي عايزاه كمان ولما شفت البتاع مش يعني سنة في الجزء الفوقاني بس. يا نهار ابيض. اه والله. لا طبعا ما عادش سند موجوده ولا تسع شهور ولا كده. مستحيل الكلام ده. ايه كان من زمان الكلام كده ان احنا بنحط الزرعه وبنستنى ست شهور عشان التئام العض على الزرعه ديت تمام. دلوقتي لا مفيش كده. دلوقتي التطور في صناعه الزرعات نفسها اختلف بقى. يتعمل معالجه سطح بطرق جديده معينه بتحفز العظم يبني اسرع على الزرعه. فلا ما بقتش محتاج طبعا الست شهور دي. لا ممكن نعمل تحميل فوري على الزرعه على حسب طبعا اللي ليها كرايتيريا معينه موضوع التحميل الفوري ده تمام. او بحد اقصى احنا بنتكلم في ست اسابيع طبعا مش ست شهور. عندنا فزور. ماشي. فزوره جميله. استنى لا مش دي اللي انا عايز. استنى. اه حلوه الفزوره دي. اعلان في الفيسبوك تمام عنوانه منزلي تمام يعني حاجه في المنزل تمام اوكي. ليه تروح وعنوان ده نصه كده اللي هو ايه ليه تروح. هو دايما ليه تروح تعرف ان في كارثه بعد كده اكيد طبعا. يعني ليه مثلا تروح دايما يقول لك ايه ليه تروح لمحامي لما ممكن انت تتعلم القانون وانت في البيت. ليه تروح تتعلم اللغه الانجليزيه لما ممكن تتعلمها وانت في البيت. في الاخر مش هتتعلم حاجه. اه طبعا اكيد. ليه تروح تبيض سنانك لما ممكن انت تعيش التجربه الجميله المفيده ده توريد الاسنان اللي في البيت اكيد. طب دي الاسنان المنزليه طبعا الكارثه من الكوارث. ده ميت نار يعني. هو ميت نار بتاكل طبق من السنان. اشكرك على هذه الزياره الجميله وحوارك الممتع. ربنا يكرمك. كريم مدحت كالعاده اسمه متميز وزي ما بيقول المستقبل الرائع لعالم طب الاسنان في مصر مشرق جدا ومثير. تبقى المعتقدات راسخة في عقول الناس ويبقى محاولاتنا هي نفس المحاولة المستمرة لكشف النور عن الظلام والمعتقدات المخيفة اللي قد تؤخر ناس كتير جدا عن اتخاذ قرار في إصلاح أسنانهم. أرجوكم حافظوا على أسنانكم وأرجوكم ما تتهوروش مع السنان لأن أقسم لكم الدكتور كريم قاعد هو عارف كلام. التهور مع السنان يا جماعة عاقبته وخيمة جدا. تهور مع اي حاجة في صحتك بس السنان بتقعد تندب حظك ليالي وايام. في بنات يعني بتقعد تعيط في التليفونات كل اللي حواليها وتكتب بقى على الفيسبوك اعاني من قلب شديد حد يقول لي اعمل ايه فيسبوك. خليكم دايما معنا. مشكلة الأكل دي مشكلة عنيفة جدا وكتير مننا ما بيقاومش الأكل. وتيجي المشكلة من إن واحد يكون مثلا متجوز اتنين أو غير مراته بياكل بره لسبب ما. خلينا عندنا حسن ظن. فأكل بره فمروح مراته تقول له أنا عاملة لك الأكل لو ما أكلتش معايا أنا أزعل منك فيضطر ياكل مع مراته. ما بين أكل بره معزوم عليه أو أكل هنا استخسر إن هو يقوم ويسيبها أو بوفيه مفتوح وانت عارف ابو بلاش كتر منه. ان انا اكل في اكتر من مكان ده في منتهى الخطوره. اكل اكتر من طاقتي دي في منتهى الخطوره. اكل وانا معتبر انه يعني الاكل ده حلو فزود منه لان انا ممكن اروح ما الاقيش اكل في البيت. طب ما يا ريت ما تلاقيش الاكل في البيت. دايما اقول مفيش حد بيموت من الجوع، ناس كتير بتموت من الشبع.